بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا اعزائي مشاهدي سي بي سي 2 في كل مكان وحلقه جديده والملعب. اخش سخن ولا اهدى شويه؟ يعني ابدا الماتش على طول؟ ابدا اقول لكم من الاخر ملعبنا النهارده هيبقى شكله ازاي؟ هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى فيه خناقه ولا مش هيبقى فيه خناقه؟ هيبقى فيه رياضه ولا مش هيبقى فيه رياضه؟ عندنا مشكلتين. هما بعنوانين. طب اخد العنوان الاولاني هنا عشان ما تزعلوش مني. العنوان الاولاني عندنا مباراه. المباراة أهلاوية في البطولة الإفريقية. قالوا النهاردة هتتلعب في اسكندرية. لكن لسه الخبر مش مؤكد 100%. إيه رأيكم في قصيدة الشعر اللي بالعامية؟ مباراة حائرة، مباراة حيرانة بتاعة الأهلي وحرس حرس الحدود الأهلي وينج أفريكانز. هل هتتلعب في حرس الحدود؟ أنا شخصياً أشك. يعني أنا بخبرتي المتواضعة أشك إنه أمن اسكندرية يوافق. لانه الراجل هناك يقول لك يا عم انا كافي خيري شري وانا مالي، هطلع لي ريد ديفيلز وهطلع لي ريد مش عارف الشياطين وريد الملايين، فانا مالي، لا حاول من الاول لا خلاص. قال لك اصل الاهلاويه خدوا موافقه شفهيه من وزاره الداخليه على اقامه المباراه بنسبه 100%، وانا بقول لكم وجهه نظري صعبه شويه. خلصنا اللغه العاميه. خلينا ناخد حاجه ثانيه، نروح على البوسنه. بس مش في البوسنه، في النمسا. النهارده الاختبار الاول لمنتخبنا الوطني بقياده الكابتن شوقي غريب. الراجل اختار انه يروح الطريق الصعب اللي هو هيلعب مع البوسنه في النمسا. مباراه صعبه جدا لانه الفريق ده المصنف 17 عالميا، وفرقتنا لعيبه الاهلي هيلعبوا شويه ويريحوا شويه، لكن في الاخر اهي مباراه والسلام. طيب ثلاثه بقى هو الاهم. زياره السيد الوزير وزير الدوله للشباب والرياضه النهارده قام بزياره للجنه الاولمبيه المصريه. زياره ذكيه بنسبه 100%. النهارده جايه معايا شعر بالعاميه. زار ربنا فتح عليا وحنافس عمنا الكبير سيد حجاب والله يرحمه عم احمد فؤاد نجم في الشعر بالعاميه او الحلمنتشيه. خلينا نقول زياره السيد الوزير قالت ايه؟ هشرح لكم التفاصيل، تفاصيل التفاصيل، ومن يوم ما جينا هنا حكينا لكم كل حاجه وطلعت حقيقه الحمد لله. اخرنا النهارده حاجه كويسه. عندنا الكابتن عصام عبد الفتاح. عصام عبد الفتاح هو مش عضو اتحاد الكوره بس، هو رئيس لجنه الحكام او المشرف على لجنه الحكام من قبل الاتحاد المصري لكره القدم. هيعمل شغل كويس لكنه واضح انه قارص على الحكام القدام، معذبهم شويه. هنعرف من عصام عبد الفتاح وايه حكايته مع فهيم عمر وايه حكايته مع ياسر عبد الرؤوف وايه حكايته مع سمير عثمان والحكام القدام. هو عشان طلع مجموعه جديده جميله يقرص على القدام، حتى اللي ملوش خير في القديم ملوش خير في الجديد. هنعرف من الكابتن عصام ملف التحكيم في الميزان عندنا بس في الملعب. نروح نشرة الاخبار بصوت الزميل تامر جابر، والتفاصيل كلها هتعرفوها بعد لحظات. المكس الاقرب لاستضافة مباراة الاهلي ويانج بعد تدخل وزير الشباب والرياضة. الاتحاد السكندري يدعو رئيس الجمهورية لحضور الاحتفال برفع أول علم أولمبي في مصر. وزير الشباب والرياضة يجتمع برئيس اللجنة الأولمبية في حضور دكتور حسن مصطفى. خالد عبد العزيز يفتح خطا ساخنا مع وزير الداخلية لبحث إعادة الجماهير للمدرجات. الداخلية تخطر اتحاد الكرة بعدم تأمين المباريات في حضور الجماهير لأجل غير مسمى. قنصل تنزانيا في مصر يطمئن على ترتيبات مباراة الأهلي ويانج. الجبلية تطالب الفيفا بنصف مليون دولار لتطوير مشروع الهدف. اتحاد الكرة يوافق على مشاركة المنتخبات المصرية في جميع الدورات الودية الدولية. الجبلية توافق على خوض الفراعنة لودية كولومبيا رسميا. الزمالك يهدد المتمردين بالطرد من قلعة ميت عقبة. الزمالك يتدرب على الملعب الفرعي لاستاد 11 من نوفمبر بأنغولا استعدادا لمواجهة كابوسكور.
الطلائع يرفض رحيل جيبور للأهلي الليبي. الأهلي يكافئ لاعبيه قبل موقعة يانج بصرف شهر من مستحقاتهم المتأخرة. يانج أفريكانز يبلغ الأهلي برفضه اللعب خارج القاهرة. ريكاردو يطالب مجلس الدراويش بأجهزة قياسات بدنية للاعبين. البرازيلي رونالدو يقترب من منصب المدير الرياضي لباريس سان جيرمان. مايس يرغب في التخلص من فان بيرسي. مطالب جماهيرية بحجب القميص رقم 5 في برشلونة بعد رحيل بيول بنهاية الموسم. رئيس برشلونة يستنكر شائعات اتجاه النادي لبيع ميسي. شيكابالا يعود لتدريبات لشبونة بدون ألم وأنباء عن مشاركته في مباراة بورتو. الجزائر تكشف عن قميصها في مونديال البرازيل. ماهر الكنزيري يشكو إدارة الترجي بسبب مستحقاته. السباح التونسي الشهير أسامة الملولي يتزوج من سباحة صربية. أهلا بكم من جديد. شريف إكرامي قدامه علي غزال ورامي ربيعة وأحمد سعيد أوكا وأحمد فتحي وأحمد المحمدي محمد النني وحسام غالي وجده محمد صلاح وخالد قمر. ده تشكيل مصر النهاردة قدام البوسنة. تمام؟ عرفت التشكيل. نقوله كمان: شريف إكرامي، رامي ربيع وأوكا وأحمد فتحي والمحمدي، علي غزال والنني وغالي، جده محمد صلاح وخالد قمر. ده الكلام الفارغ، ده الكورة. احنا مالنا مال الكورة، خلينا احنا في الحكاويت والحواديت والحوافريت والحاجات دي كلها يعني. طيب، تحبوا تبدأوا بإيه؟ بأزمة الشرق الأوسط اللي مثارة في مصر كلها. عندنا بدل الأزمة أزمتين. أزمة حطينا فيها جمهور النادي الأهلي، آسف، الجمهور المشاغب من جماهير الالتراس في النادي الاهلي. ما نقدرش نقول جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي ده 100 فل و14، لكن الجماهير المشاغبه من التراس النادي الاهلي حطتنا في الازمه اللي احنا فيها دي. صدق او لا تصدق، النهارده الاربع، فاضل خميس جمعه سبت وبعدين الحد يوم المباراه. لحد دلوقتي لا مجلس اداره الاهلي ولا جهاز الكوره ولا اللعيبه عارفين المباراه هتتلعب فين. ده مش بهزار، ده بجد. لحد دلوقتي وزاره الداخليه قالت لك بص، القاهره، امن القاهره اللي هو اسامه الصغير قال لك ما عنديش مباراه، ما عنديش مباراه، مش هلعب مباراه. ومش دي بس، مش هامن حاجه للاهلي. ده لسه اللي جاي في الدوري، عشان بس تبقوا عارفين اللي جاي في الدوري اصعب، بس تعدي المباراه دي على خير. اللي جاي في الدوري اصعب، وبقوا افتكروا قال لك مش هامن مباراه. شوفوا بقى من غير جمهور، بجمهور القصه الحدوته، اطلعوا بره القاهره. يعني الاهلي اصبح غريب في بيته، اكبر نادي ليه شعبيه في جمهوريه مصر العربيه مش لاقي ملعب يلعب فيه. ده خلي بالكم النهارده في افريقيا اللي هو يوم الاحد، لسه بعد كده ما تعرفش هيحصل فيه ايه. وسيبكم من الكلام ان الوزير عايز الجمهور يرجع، ولا الجمهور هيرجع ولا يقدر يتحمل مسؤوليه مقتل او مسرح او اصابه مشاهد واحد او متفرج واحد بسبب القله الارهابيه. تاني اهو مصمم انا على لفظه، القله الارهابيه من الالتراس الارهابي اللي جوه المدرجات. واضح؟ واضح. الاهلي كلم اسكندريه، الناس قالوا يعني اهلا وسهلا، ساتونا موافقه. امن اسكندريه لحد ما انا بكلمكم، لحد ما انا بكلمكم دلوقتي والكلام انها في الماكس وما الماكس، ما اداش موافقه. لحد ما انا بكلمكم دلوقتي كلمت اللي هو هاني عبد اللطيف المتحدث الرسمي باسم وزاره الداخليه، قال لي ما عندناش فكره، بس ما فيش ماتشات في القاهره. وكان ساير جدا الراجل وغاضب، قال لك كفايه بقى، مش كل حاجة الأمن 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 الأمن، وفي النهاية تحصل مصيبة تقولوا الأمن. والراجل فاض بيه والداخلية فاض بيها، لأنه ده مش دورهم الحقيقة، وبياخدوا فوق دورهم. يقول لك الداخلية بتأمن ليه؟ طب الداخلية مش عايزة تأمن، روح العب من غير تأمين. الداخلية مش عايزة تأمن، والعربيات اللي اتحرقت والاستاد، طب الداخلية ما أمنتش أو أمنت في الماتش اللي فات بتاع الأهلي والصفاقسي، 8 عربيات، أوضة الكهرباء، أوضة الكمبيوتر، أوضة الأمن، الكراسي اللي اتكسرت، التدمير اللي اتدمر. واشرف صبحي مدير الاستاد او رئيس هيئه الاستاد قال لهم لو سمحتوا يا اهلي، انتوا زعلانين بتقولوا المبلغ غالي، تعالوا انتوا صلحوا. قال لهم الراجل، قال لهم تعالوا انتوا صلحوا. الصوره اللي بعد الماتش ده قال لهم تعالوا انتوا وصلحوا، ادي الاوض اللي محروقه، وادي الحاجات اللي متكسره، وادي الكمبيوترز اللي باظت، تعالوا اللي انتوا عايزينه. خلينا نروح لاسكندريه معايا سياده اللواء ناصر العبد مدير مباحث الاسكندريه. مساء الخير يا سياده اللواء. مساء الخير يا كابتن احمد. ازيك يا فندم؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك يا فندم، ربنا يخليك. هل بالفعل اعطى امن الاسكندريه موافقه على احتضان مباراه الاهلي وانج افريكانز في ملعب المكسب يا فندم؟ حتى الان تحت الدراسه، لم يبت فيها حتى الان. احنا عندنا جواب جاي من اتحاد الكوره، نعم، باقامه المباراه على اي من الاستادات الثلاثه، سواء برج العرب او استاد اسكندريه او استاد المكس.
احنا حاليا نعكف لدراسة هذا الاقتراح ولم يبت فيه ولم يتم الموافقة عدم الموافقة حتى الآن، إلا نحن بندرس وإن شاء الله لو فيه خير ربنا هيقدمه بإذن الله كابتن بإذن الله. سيادة اللواء، المباراة خلال أيام والفريق التنزاني هيصل القاهرة يا النهاردة يا بكرة الصبح على أكتر تقدير، وبالتأكيد هيروح المكان اللي هيلعب فيه سواء كان في اسكندرية في أسوان في الجونة، امتى هتدوا القرار؟ وقول لي بمنتهى الأمانة يعني هل المسؤولين في الوزارة هنا طلبوا منكم إقامة المباراة ولا تركوا الحرية كاملة لكم يا فندم؟ لا، هو طبعا المسؤول في نفس تركين الحرية لنا، لأن احنا اللي بندرس واحنا اللي شايفين الوضع هنا ازاي، وخاصة انت عارف حتى كابتن احمد الظروف اللي حصلت في الفترة السابقة وخاصة من جماهير الأهلي في الاستاد وجماهير الزمالك في المباراة الأخيرة. احنا برضو احنا هنا في اسكندرية طبعا ظروفنا برضو اللي احنا موجودين فيها الحمد لله، احنا يعني ظروفنا في الأمنية هنا اسكندريه كويسه والحمد لله ماشيين كويس، فمش عايزين ان احنا يكون في صدام بيننا وبين جمهور سواء الاهلي والزمالك. يعني كفايه صدامنا مع العناصر الارهابيه. كان الله في عونكم، كان انت عايزنا كمان مش عايزين نخسر حد او حد يزعل مننا، وخاصه خلي بال حضرتك ان احنا هنا بتربطنا علاقه كويسه جدا ما بين الجمهورين الاهلي والزمالك والاتحاد طبعا، علاقه طيبه جدا وجمهور الاهلي والزمالك هنا يعني انا يمكن في تواصل بيننا وبينهم، يمكن تكلموني النهارده سالوني نفس السؤال قلت لهم احنا كله تحت الدراسه لان هو جاي حتى الخطاب ان هو هيتم بدون جمهور، فبندرس وان شاء الله اللي فيه الخير ربنا هيقدمه. الوزاره مهتمه طبعا واكيد كله مهتم ان تقام المباراه طبعا، لان ده مباراه تعتبر بفشنا كلنا في وش مصر، فان شاء الله اللي فيه الخير باذن الله هنقدمه، وان شاء الله في اقرب وقت هيعلن بعد الدراسه. احنا موجودين حاليا وبندرس وان شاء الله النهارده هيبان الموقف النهائي، وان شاء الله يبقى الموقف خير لو في خير باذن الله. يعني بس من كلام حضرتك انكم عايزين تتجنبوا المواجهات، عارفين انه في مجموعه ريد ديفلز كبيره في اسكندريه اهلاويه وهي مجموعه ليست بالسهله يعني، وبالتالي واضح ان انتوا حاطين ده في الاعتبار، لانه كمان انتوا بيبقى يوم الجمعه عندكم دمه تقيل شويه خاصه عند السيوف وعند المناطق الشعبيه دي شويه، بيبقى عندكم يعني بعض الناس ان كانت الحمد لله بقت بنسبه 1 على مليون من المية من اللي كان بيحصل زمان، لكن واضح انه عندكم بعض من القلق وده قلق مشروع يا ست اللواء. والله هو بس يعني بضيف لسعادتك حاجه ان الحمد لله هذا القلق في اسكندريه لا يخيف، لان احنا متمكنين هنا في وضعنا الامني تماما، التواجد الامني اللي موجود والاقوال اللي احنا عاملينها الحمد لله مسيطرين تماما على الاوضاع الامنيه في اسكندريه وخاصه ضد هذه الجماعه الارهابيه. لكن بالنسبه زي ما حضرتك بتقول بالنسبه في فعلا جماهير الاهلي كتير هنا، بس الحمد لله جماهير الاهلي ان هنا معلش يعني بتختلف عن بتوع القاهره شويه، بتوع القاهره عصبيين شويه او يعني حامقين شويه، لكن هنا الحمد لله احنا بتربطنا علاقة كويسة جدا بالأرض في الاهلاوي اللي موجود في اسكندرية وهم متواصلين معانا بصفة مستمرة كويس. وهو والناس بتاع جماهير الزمالك ايضا زائد طبعا جماهير الحبيبة كلنا بنعشقها هنا جماهير الاتحاد، فالحمد لله احنا مفيش بيننا وبين الجماهير هنا اي تصادمات. يمكن الدراسة دي دلوقتي اللي احنا مش عايزين نصطدم وعايزين نصالح للبلد في نفس الوقت، فاهتمامنا واهتمام السيد الوزير واهتمام السيد مدير الامن هنا اللي احنا برضو مش عايزين نخسر حد او حد يزعل مننا، لكن عشان كده الدراسه هتبقى بتأني، لان لسه الحمد لله النهارده احنا كنا موجودين وان شاء الله باذن الله سيعلن القرار النهائي بعد الدراسه ما تنتهي تماما، لان دي في جهات معنيه، في امن مركزي، في امن وطني، في امن عام، كله مشترك معانا في هذا هذه الدراسة، في حماية مدنية، كل الجهات المعنية في المديرية بقت تعكف حاليا لدراسة الجواب اللي جانا من اتحاد الكورة، وإن شاء الله بإذن الله اللي فيه الخير ربنا هيقدمه بإذن الله. طب طمعنا شوية يا فندم، نسبة الموافقة إلى الرفض كام في المية يا فندم؟ معلش. والله احطها انت يا كابتن وانا واثق. لا ما انا حسيتها اصلا، انا حسيتها وفهمتها بس مش عايز اقولها يعني حسيتها وفهمتها بس مش عايز اقولها او اقول لا او اقول يعني سيبها ان شاء الله، لو ان شاء الله باذن الله بقول لحضرتك اللي فيه الخير ربنا هيقدمه ان شاء الله. احنا بنسعى كلنا لصالح مصر، احنا كلنا النهارده يمكن الحمد لله كلنا مبسوطين ان السيد رئيس الوزراء النهارده بيروح بنفسه للمواقع وبيقابل الناس وعايز بيدعم كل شيء وبيدعو ان كله يتكاتف وكله يصبر
عايزين ننتج عشان نجيب فلوس، ودي احلى كلمه قالها. وفعلا لازم ننتج عشان نجيب فلوس. فاحنا في نفس الوقت ما احنا برضو عايزين ناخد الثقه، وعايزين ندي الثقه، وعايزين نفسنا جمهور الاهلي اللي زعلان من شورت ورد على ليه، ولا جمهور الزمالك احنا بنمد ايدينا وبنحميكم، عايزين يعني عايزين الاستادات تتملى زي الاول، ونشوف سعادتك زي الاول يا كابتن شوبير. انت تعلم بتيجي في اسكندريه طبعا، بنبقى مبسوطين جدا بتواجدك وتواجد اي مذيع او احنا بنفرح بيك والله يا نصر بيه، بتعملوا شغل محترم. نفسنا في اسكندريه يتملى تاني، واستاد برجر عربي يتملى، ونفرح زي الاول ونحط ايدينا. لا لا احنا عمرنا ما كنا بنعادي حد، ولا حد بيعادينا. ده صحيح، بالعكس ده احنا احنا بنأمن كل مشجع. ده صحيح، ده عنده روح رياضيه اللي احنا كلنا بنعرفها في مصر. في تجاوزات، هي تجاوزات فرديه موجوده في كل مكان، تجاوزات فرديه نعم، ما بتسترقاش لان هي تكون صحيح. جماعيه صحيح، لكن هي يمكن من العصبيه شويه اللي واخده بعض الجماهير اليومين دول. نتمنى لا تضيع، ونتمنى زي ما اقول لحضرتك والله انا من كل قلبي، وانت تعلم ان انا احب الكوره جدا، فعلا نتمنى اي مباراه تقام بجمهور ويبقى الناس كلها موجوده، بس الجمهور اللي رافض يعني قالوا لما اول الدور هينتهي لو الامور تمام ثاني دور ان شاء الله بالجمهور. جت طبعا حصلت الاحداث الاخيره اللي زعلت الناس كلها، وزعلتنا احنا امن. ده صحيح، احنا ليه نتشتم ولا ليه نتحدث ولا ليه نتسبب بهذا الاسلوب ليه؟ طب انا ده انا رايح، انت رايح تنبسط ورايح تشجع، وانا رايح احميك وامنك، اشتمني ليه؟ هي دي بس صحيح. الحاجه اللي هي بتزعلنا لكن ان شاء الله انا يعني عندي امل كبير ان الـ 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 الايام اللي جايه هتكون خير، ويكون الناس اللي هي الشباب الواعي ده عرف انه مخطئ في حقنا، ويرجع لثوابه عشان نشجعه ونخليه يحضر المباراه، واحنا اول ناس نشجعهم معاهم كده. سيادة اللواء ناصر العبد مدير مباحث اسكندريه، اشكرك شكرا جزيلا. واضحه واضحه، انا بالنسبه لي وضحت. طب اعمل لكم سؤال، فهمتوا ايه من كلام سيادة اللواء ناصر عبد مدير مباحث الاسكندريه؟ المباراه هتتلعب في اسكندريه ولا لا؟ ابعتوا لنا على صفحتنا، نزلوها على الشاشه وابعتوا لنا على صفحتنا، والاجابات اللي هتجيلي هنزلها كلها. بلاش انا اقول احسن يقولوا ايه شوبير متشائم او متفائل، فانتوا حضراتكم هيبقى رايكم او ردكم، او هفتح لكم التليفونات كمان شويه. الناس زعلانة ان احنا ما خدناش تليفونات لحد دلوقتي، حطوا التليفونات على الشاشة، هفتح لكم التليفونات بعد شوية. بالمناسبة الحقيقة يعني بشكر المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء، النهاردة راح المحلة. يمكن عتبنا على الدكتور حازم الببلاوي، بنشكره على الفترة اللي اشتغل فيها، لكنه ما قامش بأي زيارة. الدكتور الببلاوي هو رجل اكاديمي نظري هايل، لكن النزول في الميدان ده مهم قوي. فالنهاردة الراجل راح شال الجاكيت بتاعه، على فين؟ قال لهم المحلة، قال لهم المحلة يا فندم، قال لهم المحلة مصنع غزل المحلة، يلا بينا، يلا توكلنا على الله. وخد الناس وراه وراح جرى على المحلة، وقعد قعدة أكتر من محترمة هناك. الناس مجرد ما بتشوف رئيس الوزراء بيجي لها ثقة، بتفرق جدا، بتفرق جدا جدا جدا. فالراجل حقيقة كتر ألف خيره على اللي هو عمله النهاردة، وإن كان ده واجبه. طيب طبعا كلكم عايزين تعرفوا ايه اللي بيحصل في قصه انتخابات الانديه. النهارده وزير الشباب والرياضه قام بزياره للجنه الاولمبيه، كان في استقباله ثلاثه، الدكتور حسن مصطفى موفد اللجنه الاولمبيه الدوليه لمتابعه ازمه الرياضه المصريه، المستشار خالد زين رئيس اللجنه الاولمبيه المصريه، الدكتور علاء مشرف عضو اللجنة، ومعه الكابتن علاء جبر عضو اللجنة الأولمبية المصرية. بالضبط اللي حصل، الوزير ذكي، هو عارف انه عنده معضلة في حتتين بس، انتخابات الاهلي والزمالك، ما دون ذلك ما عندوش ازمة فيها. هو عنده خارطة طريق جاية من لوزان من سويسرا، الخارطه دي فيها قانون للرياضه، راح عمل اللجنه، كانت في لجنه زمان حلمنتيشي كده كانت برئاسه باسل عادل، فدلوقتي اتشال باسل عادل، بقى الوزير خالد عبد العزيز، ومبقاش رئيس بقى عضو، واتحط فيها الدكتور حسن مصطفى ده بناء على اللجنه الاولمبيه الدوليه، واتحط فيها رسميا بقى المستشار خالد زين والدكتور علاء مشرف. فقال لهم ادي لجنه القانون. طيب طلب ان تعمل لائحه للاتحادات، طيب
طلع فلوس اللجنة الأولمبية. طيب قال اللجنة الأولمبية أنا ماليش دعوة الرياضة، أنتوا تقولوا لي قطاع البطولة بتاعكم قطاع الرياضة والممارسة اللي هو المنشآت وإن الناس تمارس الرياضة ده بتاعي أنا. طيب كل ما طلب عمله بقت العقدة بتاعت انتخابات الأهلي والزمالك. أي واحد يسمع هذا الكلام لك مش هتيجي بقى عليها، لا تيجي عليها، تيجي عليها. تقول لي ما بلاش عناد، والله ما عناد، لكن هو نظام، اما انك تمشي تبع نظام او لا نظام. انا مش سياسي، انا دلوقتي مش سياسي، انا برا على البر، واللي انا شايفه شايفه وانا برا، ولو انا جوه هحاول اعمل ده، لو انا جوه هحاول اعمل ده. انا كان رايي انه اول ما جه مهندس خالد عبد العزيز ايقاف الانتخابات بسرعه عمل القانون، وده انا قلته بسرعه عمل القانون، مخاطبه اللجنه الاولمبيه، انا قانوني وحاجتي كلها هتخلص خلال 6 شهور اقل من المهله اللي طالبينها، وانتخاباتي هتبقى مش هغير كلامي من 1/7 لاخر 9، مش هغير كلامي ابدا ابدا، مش هغير كلامي خالص. ده كان رايي. مهندس خالد بيشتغل سياسه وده حقه، وده حقه، فهو تقريبا اقنع اللجنه الاولمبيه المصريه، هو بعت خطاب للجنه الاولمبيه المصريه ان احنا نفذنا مثلا كان مطلوب 9 حاجات انا نفذت لكم منها 9، 10 حاجات انا نفذت لكم منها 9، العاشر ده اللي هو انتخابات الانديه، وهينفذ العشره اللي هي الاستاذ ممدوح عباس هيرجع رئيس نادي الزمالك، افتكروا هيرجع، ده موضوع محسوم، بس يرجع عشان يعمل انتخابات اخر مارس. مركزين معايا يا جماعه؟ مش عروستي المره دي. هو هيرجع؟ اه يرجع، بس انا هعمل الانتخابات، فيرجع يدير نادي الزمالك 10 15 يوم، يوم الاحد مثلا اللي جاي يصدر قرار بعودته، ثم الانتخابات في ميعادها في اخر شهر مارس، يعني يرجع 10 ايام او 12 يوم او حاجه زي كده لنادي الزمالك، وتقام انتخابات الاهلي والزمالك. ده نظري صح، يبقى الوزير وصل للانتصار انه خلص مشاكل اللجنه الاولمبيه، خلص مشاكل الانتخابات، عمل كل حاجه، وقد تكون الانتخابات دي لحين اقرار القانون الجديد، لما يتخلص القانون الجديد تعمل انتخابات تانية بعد سنه مثلا او بعد 6 شهور مثلا، سنه مثلا نقول، تبقى في مثلا في مارس من العام المقبل بعد اقرار القانون الجديد يبقى في انتخابات جديده، وارد، وارد تبقى 4 سنين، بس وارد اكتر انها تبقى سنه. اللجنه الاولمبيه المصريه تقريبا تقريبا، وده بحاول اجيب الدكتور علاء مشرف على ده، تقريبا ارسلت خطاب للجنه الاولمبيه الدوليه بتقول له هذا المعنى، وتنتظر بقى، هتقول ان الحكومه استجابت لكذا وكذا 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 وكذا، فاضل لنا النقطه دي. اللجنه الاولمبيه المصريه كمان ميلت شويه، ميلت في جوابها انه ماشي، هل اللجنه الاولمبيه الدوليه هتوافق على ده ولا هتصمم على اتفاقيه لوزان؟ ده امر مهم جدا. الجواب هيتبعت النهارده الاربع، او غالبا اتبعت، ما عشان كده عايز اجيب الدكتور علاء مشرف او المستشار خالد زين او كابتن علاء جبر او حد يعني اللجنه الاولمبيه، عشان بس يبقى ايه يعني اللي انا عارفه من الجواب ومن الاجتماعات والكواليس كله عندي، ده اللي انا بقوله لكم، ده اللي حصل. لكن الجواب بقى اتبعت او ما اتبعتش، ده اللي انا عايز اعرفه بالتفصيل. يعني هيبقى دلوقتي انتظار رد اللجنه الاولمبيه الدوليه. اللجنة الأولمبية الدولية لو بعتت وقالت خلاص طالما هذا الاتفاق بيرضيكوا أنا موافقة، يبقى خلاص ما فيش مشكلة، موضوع انتهى، والراجل الوزير نجحت مساعيه السياسية المكوكية وخلص المشكلة بخطاب رسمي، لأن هو الراجل كل همه ألا يتم تجميد النشاط الرياضي المصري، وهذا أمر محمود ومحترم. إذا اللجنة الأولمبية الدولية بعتت قالت أنا متمسكة باتفاقية لوزان وبالاتفاق اللي احنا قلناه وبالخطابات المتعددة اللي انا بعتها قبل كده، يبقى مفيش انتخابات. خلاص؟ رأيي انا بقى ان اللجنة الاولمبية الدولية لن تغير من موقفها. تاني، رأيي انا الشخصي ان اللجنة الاولمبية الدولية لن تغير من موقفها، خصوصا ان ممكن نادي واحد يبعت يقول لك احنا مشينا على اللي انت قلته عليه وحصل تراجع وانا رافض، نادي طنطا، نادي السويس، نادي بنها، نادي النصر، نادي الزهور، اي نادي،
وبالتالي هنرجع لنقطة الصفر من جديد. وما فيهاش خيانة على فكرة، كل واحد من حقه انه يدافع عن حقه، ومن حقه انه يدافع عن وجهة نظره تماما. في واحد تاني يقولك لا خلاص يا جماعة ننهي الأزمة بهذه الطريقة. لكن هو ما حدث انه كان في تصعيد اعلامي، وحسن حمدي بيحكم مصر، ومش عارف هنا بريدة بيحكم مصر، وحسن مصطفى بيحكم مصر، ومش عارف علاء مشرف بيحكم مصر. التصعيد الاعلامي ده عمل نوع من انواع الخوف والقلق، وبالتالي بقى في توازنات. والسياسه كلها لعبه فن، هي فن الممكن. فعلى فكره انا لا الوم على الوزير، لانه هو راجل بيحاول يحل، ومن حقه انه يحل بطريقته، ومن حقنا ان احنا نقول راينا. هنا خلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. لنا راي او ليا راي انا متمسك بيه جدا ومصمم عليه جدا جدا، لكن اذا وصلوا للحل ده خلاص الف مبروك، مفيش مشكله، خلاص هو ده حل، وقدروا يوصلوا له وقدروا ينهوا الازمه، يبقى مبروك على الجميع، تبقى القضيه انتهت. واضح انه اللجنه الاولمبيه دلوقتي قفلت التليفونات، واضح انه مش عايزين يردوا، عاملين خدمات على التليفونات. هذا الرقم غير موجود بالخدمه، الرقم المطلوب مرفوع مؤقتا من الخدمه، من فضلك حاول اتصل في وقت لاحق، او تي 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 تي. كل دي خدمات على فكره موجوده على التليفونات على المباريات، عشان ما يقولكش ان انا ما ردتش عليك يعني. فهو وقت ما عايز يرد بيرد، وقت مش عايز يرد ما بيردش، ودي السياسه الحقيقه الواحد يغضب ليها. خلينا السياسه الصح المفتوحه عشان الناس كلها تكلم بعضها، لان احنا مش هنحارب لقضيه حد، احنا لينا وجهات نظر كاعلام محترم، فبنحاول نوصلها لحضراتكم لسيادتكم. طيب زميلنا اسامه امام كان هناك حتى فوجئ الوزير وفوجئ رئيس اللجنه الاولمبيه، ازاي هم عرفوا فريق اعدادنا، لكنه لازم نجري ولازم نحاول عشان نعرف ايه اللي حصل في اللجنه الاولمبيه. نشوف التقرير ونروح لفصل نرجع لحضراتكم. تم تشكيل لجنة ثلاثية برئاسة الدكتور حسن مصطفى مبعوث الحركة الأولمبية العالمية، وبعضوية السيد المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، والدكتور علاء مشرف يعني ممثلي عن اللجنة الأولمبية، وخالد عبد العزيز. ودرسنا كل اللي يعني الظروف اللي بتحيط بعمل اللجنة، وشفنا الموقف الرياضي في مصر بشكل عام، وشفنا تبعات القرارات اللي ممكن تتخذ. أنا بس كل اللي بأكده للشعب المصري أن سواء الدكتور حسن أو المستشار خالد أو الدكتور علاء أو أنا، على قد ما نقدر إن شاء الله هنعمل ما يفيد الشعب المصري وما يكون في صالح الرياضه المصريه، لان كل دول ما عدا انا يعني قامات رياضيه كبيره جدا، اسروا العمل الرياضي في مصر، وعرقوا في الملاعب وتعبوا في الملاعب ومصروا مصر. يعني سواء الدكتور حسن مصطفى او المستشار خالد زين او الدكتور علاء مشرف ليهم يعني باع طويل جدا في الرياضه المصريه والاولمبيه والدوليه. انتخابات الانديه هتتم ولا لا؟ انا عضو في لجنه ثلاثيه بيرأسني فيها الدكتور حسن مصطفى والمستشار خالد زين والدكتور علاء مشرف، وقلنا راينا كده ببساطه شديده، ونتمنى ان شاء الله ربنا يقدم الخير للرياضه. نعرف النتيجه امتى بتاعت ان شاء الله؟ تعرف النتيجه ما يعلنها الدكتور حسن مصطفى والمستشار خالد زين، هما الاثنين ان شاء الله اللي هيعلنوا النتيجه. جميل ان حضرتك في لجنه تقول حضرتك ان هم اللي بيرأسوها. يعني هم اللي بيرأسوها، اساتذتنا في الرياضه. احنا معانا جيل لسه وزير بقالي 3 ايام في الرياضه، هم ناس طول عمرهم في الرياضه. يعني كلمه الرياضي برضه في المقام الاول. لا لا لا، هو بس يعني بيتدلى معانا، لكن هو رياضي. بالنسبه لنا دورنا اللي انا شايفه في وزاره الرياضه هو ان احنا نهتم بالبنيه الاساسيه، نهتم بان الشعب يمارس الرياضه، اما كل ما يخص الرياضه التنافسيه على مستوى جميع الاتحادات سننقل كل تبعاتها واهميتها وادارتها للعب. معاك متواصله يا فندم مع كل الناس زي ما حضرتك معودنا في الفتره الاخيره؟ انا طبعا بعتذر ان الاسبوع ده كله مشغول جدا مع الوضع الحالي للرياضه، انا لسه تقريبا ما بداتش اشتغل في وزاره الرياضه، احنا بنحاول نحل المشكله، لكن ان شاء الله احنا طريقتنا دايما بننقل الشغل لكل الناس تشتغل، كل الناس كل واحد ياخد المسؤوليه بتاعته. بدايه من الاسبوع الجاي ان شاء الله هنبدا نشوف الخطوات اللي ترفع مستوى الرياضه ان شاء الله. ان شاء الله يعني هكون حسيت ان انا نجحت إذا كانت الأخبار هي أخبار الرياضة مش أخبار وزير الرياضة. أول ما تبقى الأخبار هي الأخبار عن الأحداث الرياضية والرياضة أبقى أنا نجحت. طول ما لسه الأخبار بتدور على وزير الرياضة يبقى أنا لسه ما نجحتش. كلنا متفقين على نقاط، يعني ما عندناش خلاف. إحنا في المقام الأول يهمنا الدولة وعدم إيقاف النشاط، واضح إحنا ماشيين في هذه المسيرة. إحنا منتظرين الناس القانونيين بيدرسوا الموقف الحالي، وإن شاء الله هيبقى في إعلان عنه قريبا إن شاء الله. أنا متفائل قوي، الأمور بقت أحسن. إحنا كان الرياضة في مصر شبه انهارت من هذه السياسة الماضية، لكن أنا بقول الحمد لله إنه في أمل، والأمل كويس، وإن شاء الله هنفرح الشعب المصري بإنجازات ولادهم
والاتحادات بتعمل بطريقة قوية جدا إن شاء الله كل الأمور. في شوية حاجات صغيرة كده بنظبطها. طلب عزيز الراجل جاي بمد إيده مش جاي يتخانق، الراجل جاي عايز يعمل إنجاز مش جاي يصفي حسابات، الراجل متفاهم الوضع ويعلم قيمة اللجنة الأولمبية المصرية والاتحادات المصرية، إن هو ده القطاع الوحيد اللي في الدولة اللي بيرفع علم مصر في أي محفل دولي، وده اللي بيبقى السلام الوطني بيتعزف. فهو مهتمين جدا جدا بحملية، هو مهتم إنه الناس تاخد دورها. ده قرار اللجنة الأولمبية الدولية. لو بصينا النص خارطة الطريق وكل الجوابات اللي جات من أول 24/6 و15/7 السنة اللي فاتت و9 ديسمبر وجوابات الفيفا، إنها كلها بتؤيد تأجيل الانتخابات. طبعا احنا في مأزق دلوقتي إن في بعض الانتخابات نقول إنها تمت، في بعض الانتخابات على وشك إنها تتم واللجنة لسه ما خلصتش شغلها، فالموقف شائك جدا. فاحنا بندرس الموضوع من جميع الجوانب، سواء قانونيا بالنسبه للقوانين المصريه او سواء للوائح الدوليه، ونتمنى ان احنا في خلال 48 ساعه او 72 ساعه نصل للرد اللائق اللي احنا هنرسله للخارج يعني. طيب برضو كلام مهم للدكتور علاء مشرف. جالي خبر كده، مش جالي، انا عندي خبر من شويه، انه دلوقتي في احد الاستوديوهات في الحي السابع بيتم تسجيل شريط كله إساءة للداخلية وللمجلس العسكري، وبدايته بتقول طب لو زعلان من 50% نقول 70% على الداخلية، وتكلفته بالفرقة باللي بيغنوا بالألحان بابا حوالي 100,000 جنيه، الألترس اللي عاملينه 100,000 جنيه، وهتم توزيعه إن شاء الله يوم الخميس قدام البانوراما، وبيبيعوه ب25 جنيه. لما اللي هو نصر عبد يقول لك هم الناس زعلانه ليه واحنا بنمد ايدينا، ولما الوزير الرياضه يقول لك احنا هنحاول نفتح المدرجات، ولما مصر كلها بتدور على ملعب، وبعدين في الاخر تقول لي العب مباراه والنبي العب في القاهره، في حاجه مش طبيعيه، في حاجه غلط، في حاجه لازم نعرفها، في حاجه لازم نفهمها، مش قادرين نفهمها. في مين قعدنا نقول مين الطرف الثالث لحد ما عرفنا ان هو الطرف الثاني، مين اللي شغال في ده، مين اللي بيصب الزيت على النار، مين اللي بيكب البنزين على النار، مين؟ لازم نعرف مين ده، مين اللي عامل كده. المئة ألف جنيه بتاعت السي دي دي جاية منين؟ الدروع اللي كانوا بيشتروها من السبتية، الباراشوتات والشماريخ جاية منين؟ لازم حد يقول لنا. البيروسول اللي اشترى بكميات كبيرة جدا، الزيت الوسخ اللي كانوا بيلمون محطات البنزين، مين لازم نعرف مين. لازم الداخليه هنا بقى تعرف، ده بقى دور الداخليه. شوفوا تتلغي الكوره، في اكتر من كده ولا استوديوهات تحليليه ولا برامج رياضيه ولا حاجه من دي خالص، ونقعد في امان وراحه، ولا اهلي ولا زمالك ولا حاجه من دي خالص، ولا مشاركه افريقيه ولا يحزنون، خلاص بقى. والثلاثه اربعه خمسه مليون اللي بيستفيدوا من الكوره دول بقى ربنا معاهم، تتلغي الكوره. لكن مين ومين اللي مستني الجامعات تفتح عشان يروح ومجهز مظاهرات عند جامعة القاهرة ومظاهرات عند عين شمس ومظاهرات في المنصورة ومظاهرات في بعض الأقاليم؟ مين الأشخاص؟ مين اللي بيصرف من برا مصر ومن جوه مصر؟ مين؟ لازم تبقوا عارفين. في استوديو في الحي السابع في مدينة نصر بتسجل سي دي دلوقتي أغاني معمولة بألحان متكلفة بفرق بناس بتعزف، مين اللي ما عندوش دم ده بيروح يعزف؟ سبوبة إيه اللي بيروح ياخدها؟ مين؟ ويتباع ب 25 جنيه والتجمع عند البانوراما بيروح ازاي عند البانوراما ويتباع ويتحط على السكاشن ويتحط على الجروب السيكريت بتاعهم؟ مين؟ لازم نعرف مين، مين اللي ورا ده، مين اللي مشغل ده، مين اللي مخلي ده كده. اعرفوا وافهموا، بعد كده ابقوا ردوا علينا. في الوقت نفسه مدير امن الاسماعيليه بيعد الجماهير، قال لهم انا ممكن العب لكم المباراه بتاعت الاسماعيلي بتاعت العوده هنا في الاسماعيليه، بس بشرط ان انتوا تلتزموا، وان انا ان شاء الله الماتشات اللي جايه هحاول العب عندكم او العب هنا في الاسماعيليه بجمهور. اذا التزمتوا معايا انا تحت امركم، اذا ما التزمتوش انا مش هقدر اعمل لكم حاجه. ده اللي هو محمد العناني مساعد وزير الداخليه ومدير امن الاسماعيليه، قال لهم انا ترجعوا في الماتشات اللي جايه بس بشرط انه لو سمحتوا تقبلوا.
قصة بقى ان احنا هنفضل نتحايل على الجماهير في كل مباراة، انا رأيي مع قانون الرياضة يصدر قانون او يصدر قرار بوقف الرياضة او بوقف الكورة لمدة سنة كمان، مش مشكلة نستحي منها 3 سنين، ما فيش مشكلة، احنا مش هنغلب هنشتغل والله صدقوني هنشتغل، يعني ما عندناش ازمة في الشغل هنشتغل، فيعني امر مش طبيعي يعني. والله بصراحة دي مش رياضة، بعدين يا اخي الرؤوس معروفة، يا اخي الرؤوس معروفة اللي عاملة ده، الرؤوس في كل محافظة معروفة، ورؤوس الشيطان رأس الشيطان اللي موجود في القاهرة معروف يا اخي، رأس الشيطان والاباليس الصغيرة معروفة ومعروفة من زمان، اللي خلاكوا قدرتوا على الارهاب الكبير مش قادرين على الارهاب ده، شوية عيال ارهابيين ومجرجرين وراهم شوية عيال محترمين متجرجرين وراهم وسايبينهم كده، لكم مطلق الحرية. طب اديكوا بقى كاتبنا الكبير الاستاذ محمود معروف، ما بقولش عليه غير الكاتب الكبير الاستاذ محمود معروف، كتب مقالين في الجمهورية، اطردوا الاتحاد الافريقي اطردوا الاتحاد الافريقي، وزاد على كده قال لك روحوا حصروا مقال الاتحاد الافريقي وطردوه من مصر. ليه يا استاذ محمود؟ قال لك لانه طلب ان مباراة الزمالك تتلعب بدون جمهور. الكاف يكذب الزمالك وينفي طلب إقامة لقاء كابوس كورب بدون جمهور، نشر بيان عبر موقعه الرسمي ينفي فيه تقدمه بطلب لإقامة مباراة الزمالك وكابوس كورب الأنجولي بدون حضور جماهير. البيان أوضح أنه لم يكن هناك عقوبة أصلا على نادي الزمالك من قبل الكاف عشان يطلب منع الجماهير من الحضور. قضية الحضور الجماهيري كانت وفقا لرؤية اتحاد الكرة المصري في ظل الأوضاع الأمنية اللي بتشهدها مصر. اتحاد الكرة المصري أرسل خطابا رسميا للكاف قال له المباراة بدون جمهور، ولو سمحت بلغ الجهات التنفيذيه للمباراه بقرار الجبلية. جانا جواب من اتحاد الكره المصري، رحنا حاطينه للناس المسؤولين عن المباراه وما كانش لنا علاقه لحد قبل المباراه بثلاث ساعات. مين اللي يقول الكلام ده بقى؟ مين اللي يقول الكلام ده؟ مين اللي يقول بقى انه القصه ادي الجوابات بالانجليزي وبالعربي بنقول لكم القصه كلها والحدوته كلها من اولها لاخرها؟ ده النافي بتاع الكاف didn't order، ما اداش اوردر خالص انه الموضوع يبقى ضد مين ولا يتعمل لمين، وما اداش اوردر خالص بالموضوع لا من قريب ولا من بعيد، وده نزل قبل كده يعني ما اداناش اوردر خالص. وبعدين تيجي عشان الانتخابات وعشان اصوات، اهو عاجل الكاف يعلن اقامه مباراه الزمالك بدون جمهور، اخطر اتحاد افريقي كره القدم الكاف رسميا مسؤول الزمالك بإقامة الزمالك مباراة الزمالك أمام كابوس كورب الأنجولي في ذهاب مش عارف إيه بدون جمهور، خطاب رسمي القلعة البيضاء يفيد بإقامة الرياضة دون الجمهور ويشهد استاد القاهرة الفترة الحالية تواجد أمني مكثف. لما نزل كده الناس مش عارف هو ماله، هو جاله خطاب من الاتحاد المصري لكرة القدم، هو ماله؟ والاتحاد المصري برضه ماله؟ اللي عايز يهاجم يقول لك الأمن، لأن الأمن طلب من الاتحاد المصري كده قال له لو سمحت مفيش جمهور. الامن طلب كده من الزمالك، الزمالك طلب كده من اتحاد الكوره، اتحاد الكوره طلب كده من اتحاد الافريقي، اتحاد الافريقي طلب كده من مراقب المباراه. بس نكتب بقى مقالات وعشان نكسب الجمهور وناخد الناس في حضننا، وبعدين مين اللي مسؤول المنظر اللي هيطلع قدامكم على الشاشه ده انه يبقى كده والعيال تجري والامن يروح وده يجري وده يروح وده مش عارف ايه، وفي النهايه كان هتبقى في ما يشبه المعركه، وفي النهايه كان هيبقى الناس هتموت. ليه ليه؟ وفي نهايه اطردوا الاتحاد الافريقي حاصروا ليه بداوا يجروا، والعربات الامن والعربات الثانيه وثلاث عربات اتحرقت ليه؟ عيل من دول وقع تحت عربيه مات، مين مسؤول بقى؟ استاذ محمود معروف بقى اللي هيواسي اهله ولا مين؟ ليه؟ بس مجرد من العربيه طلعت. بتوع الاهلي بقى كانوا مجهزين الزيت الوسخ والبنزين الوسخ والجاز الوسخ هنا عشان العربيه بتاعت شرطه الزحف. ليه؟ ده ابني يروح المدرج معزز مكرم، مفيش مباراه مفيش مباراه. انا وعدتكم افتح التليفونات اخد شويه اتصالات هاتفيه لان عندي ردود كثيره جدا على المباراه هتقام فين. مدام نبيله مساء الخير. استاذ نبيل مساء الخير. استاذ نبيل مساء الخير. استاذ نبيل مساء الخير. طيب كده يبقى هيبقى عندنا مشكله في التليفونات من اولها. استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم، اهلا بيك، اتفضل يا استاذ محمد. اهلا وسهلا.
طبعا يا كابتن احمد، انا كنت قابلت حضرتك في رمضان في مطعم في الاوتيل على الكورنيش في جاردن سيتي، مش عايز اقول اسمه. اتفضل يا فندم. ساعتها ان انت ان شاء الله هسمع اخبار حلوه على حضرتك في برنامج من برامج. نعم. الحمد لله شفنا انت في قناه جميله زي سي بي سي 2. الله يخليك. الحمد لله والف الف مبروك. الله يبارك في سعادتك. تاني حاجه يا فندم كنت عايز اتكلم فيها، هم نقطتين معلش سريعا. اتفضل يا فندم. اول حاجه بخصوص طبعا موضوع الالتراز، انا واحد انا اهلاوي جدا جدا جدا، وانا جداً كمان والله، وكل عيلتي اهلاويه الحمد لله، لكن طبعا منظر زي ده غير مستحب تماما وغير مقبول من اي اهلاوي يشوف منظر زي ده كده في الاستاد. وازود لك من كده كمان، انا ليا ابن اخت وهو في مدرسه امريكان موجوده في القاهره، ده كان موجود يوم الماتش وكان موجود مع الالتراس، هو مش من الالتراس لكن كان موجود معاه، وقال لي بدايه المشكله كان اللي هم شتموا حبيب العبد. فرد طبعا تم الرد من الاثنين، وطبعا ده برضه غير مقبول، هو راح الماتش على فكره من ورانا، يعني هو هيبقى يسمع المكالمه دي، هو راح الماتش يعني ما كانش في حد موافق اللي هو يروح الماتش، كان في خوف من الالتراس. المنظر اللي حضرتك جبته ده من شويه برضه ما يرضيش اي حد يبقى موجود. ما ينفعش يبقى موجود زي كاتب كبير زي الكابتن محمود معروف اللي هو بكلمه واحده ممكن يدخل شويه اطفال عند ما تجاوزش عمهم ال 18 سنه. دول لابد من التعامل معاهم بمنظر مختلف تماما عن الشكل اللي بيحصل ده دلوقتي اللي انت بتكلمه، اللي هم ناس كبار عندهم 30 و40 و50 سنه. ما ينفعش يا جماعه، دول لازم التعامل معاهم اللي هم تينيجرز تحت السن القانوني، تمام، وهم بيلعبوا على النقطه دي اللي هو لما اتنين ثلاثه بيتمسكوا بيطلع تانيهم من النيابه. وده اللي حصل. لازم يبقى. وده اللي بيحصل على طول، ده كل اللي بيحصل بيطلعوا على طول. فلازم يبقى في حل للقصه دي. ما اعتقدش ان الداخليه او الامن الدوله او هو ايفر مين بيبقى موجود اللي ممكن يقعد يتوغل جوه الاطفال دي ويجيب الاساس المشكله دي جايه منين؟ مين اللي بيمولهم؟ مين اللي بيخلي الناس الكبار اللي فيهم؟ نعم. التمويل طبعا يا فندم لازم. اشكرك استاذ محمد، اشكرك. معايا استاذ سيد، اهلا وسهلا. استاذ سيد مساء الخير. اهلا بك يا كابتن. اتفضل يا فندم، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا كابتن. مساء النور، اهلا بك يا فندم، اتفضل. وانا كنت اللي عايز اساله سؤال يا كابتن. اتفضل. ليه كل ما الارتس الاهلي يعمل حاجه يقع فيها نادي الزمالك؟ يقع فيها ارتس الاهلي. وبعدين مين اللي بيحمي الارتس في مصر؟ كل مره يعملوا حاجه يتطبطب عليهم. واحنا اللي بنشيل الطين. لحد دلوقتي لما اتحاد الكره اتحرق وهم اللي حارقينه، حصل معاهم ايه؟ ولا حاجه. عضو اتحاد الكره حماده المصري هو الحقيقه الراجل اللي راح جاب الكؤوس، والقصه كلها عنده من اولها لاخرها، وعملوا الناس بس شوفوا قصه حماده المصري ولا حد قادر يقرب منه. نحقق بس نعرف القصه ايه. شكرا استاذ سيد. استاذ احمد مساء الخير. استاذ احمد مساء الخير. النور. اهلا بيك يا فندم، اتفضل. ازيك يا فندم؟ الله يخليك. انا عاوز اسال حضرتك سؤال واخد رايك في حاجه. نعم. احمد حسام ميدو ممكن ينجح في مصر او مع الزمالك؟ والله تجربه لسه ما نقدرش نحكم عليها، مش باينه لسه، بس انا عاوز اسمع وجهه نظرك. انت شايف ايه؟ الصبر. طيب ايه رايك؟ شكرا يا ابو حميد. معايا رسائل كتيره جدا. بنتكلم على مباراة الاهلي ويانج افريكانز بعد مكالمة اللي هو نصر العبد مدير مباحث الاسكندرية، هتتلعب ولا لا في اسكندرية؟ خالد بدو بيقول ان شاء الله. تامر تمورة الزمالكاوي بيقول عندها، معرفش عندها يعني ايه. ماركو بيقول الالتراس كلمة حق سيفها على رقاب الجميع. سمعا وطاعة يا عمنا، سمعا وطاعة على رقابتنا يا باشا. حاضر يا باشا. عبد الرحمن احمد ستقام ان شاء الله. مودي سامر والله انا اهلاوي مش عايزها تتلعب عشان يفرحوا وينبسطوا الهمج واعداء الوطن. انا احمد الفيتوري من بنغازي في ليبيا، اتابع الكره المصريه برامجكم. احب احييك يا استاذ احمد. اما عن مباراه الاهلي اعتقد الناس هتقام في الاسكندريه، وان شاء الله يعم الامان في ارض مصر الكنانه. احمد كمال سوف يوافق امن الاسكندريه على اقامه اللقاء في الاسكندريه. فارس ان شاء الله في الماكس. احمد محمد مرسال هتقام فقط للحفاظ على ما تبقى من قيمه مصر على استاد الماكس ان شاء الله. ده احمد حامد. ممكن والله يا كابتن احمد تتلعب هناك، ده حازم منصور. اعتقد العلم عند الله، الامن هيرفض المباراه، ده علاء المسعود.
وليد كابو الكرة للجماهير. طبعا يا باشا الكرة للجماهير، احنا نقدر نعمل لكم حاجة، ده انتوا على دماغنا يا باشا من فوق. ابو ملك المصري نعم ستقام في برج العرب. محمد صبري كلام مدير مباحث الاسكندرية غير مطمن، غير بس انا حاسس ان الماتش هتلاقي في اسكندرية، مش معقولة هننقل الماتش برا، والله هم خايفين علينا. محمد ممدوح لا طبعا الكل بقى خايف من شغب الجماهير على استاد الماكس، ده حسام كورشي نعم ستقام، ده مصطفى الهجان محدش يستاهل هتقام ان شاء الله. حماده خالد بيقول ده على سبيل الضحك يعني، حماده بيقول الاهلي يروح يلعب في ليبيا، بيقول على سبيل الضحك الاهلي يروح يلعب في ليبيا احسن، الامن هناك تمام. محمد خطاب لا يا كابتن دايما الكاف واتحاد الكره بيجاملوا الاهلي، ولو الاهلي الح شويه الامن هيوافق تلعب في القاهره، مستحيل. ديفيد هشام كلام اللي هو نصر العبد بيقول كده. محمد جمالي بقى الاهلي اكبر نادي في العالم واخد بطولات وبيدور على ملعب، والله عيب في حق الدوله الكلام ده، دوله الفوضى وعدم الاحترام للاسف الشديد. دي بعض الرسائل اللي موجوده عندي، وحاول ناخد بعض التليفونات كمان. استاذ محمد اتفضل. استاذ محمد، استاذ محمد عليكم يا كابتن احمد. عليكم السلام ورحمه السلام الله. عليكم السلام ورحمه الله. اول حاجه انا بحبك في الله جدا لانك واحد محترم. اشكرك يا فندم. عمرك محترم. اشكرك يا فندم. وانا جارك من وادي النيل بس انا عايش بره مصر. يا اهلا وسهلا، الحمد لله على السلامه. غير مصريه. نعم. بس مراتي الغير مصريه كابتن احمد علانه على مصر اكتر من مصريين. نعم. يعني وبالنسبه واهلاويه جدا، شجع النادي الاهلي، بس هي عندها سؤال دايما تساله لي يعني. هي منين الاول؟ مراتك منين؟ هم دول اللي من اثيوبيا. اثيوبيه؟ نعم. اتفضل. عندها سؤال. بتقول لك هم ليه بيشجعوا الاهلي دلوقتي ما بيحبوش الاهلي زي اللي كانوا بيحبوه زمان من كام سنه؟ يا سلام، دي كلمه حكمه. ممكن نقطه ثاني نقطه يا كابتن احمد. اتفضل. مصر دي بلدنا، انا عندي مثلا 48 سنة وطول عمري متربي في مصر وبشتغل برا مصر بقالي حاجة وعشرين سنة. يعني ليه يعني الشباب ده معقولة احنا مصريين او الناس اللي في مصر مش عارفين حد يقعد يتكلم معاهم ولا يشوف هم بيعملوا في البلد ليه كده؟ شبعنا من الكلام، احنا عايشين برا مصر، احنا بنحزن على مصر اكتر من اللي عايشين جواها يا كابتن احمد. بنحس يعني انت ما تعرفش وضع الناس اللي بره مصر كمصريين بيبقوا حزنانين. نعم. على بلدهم قد ايه. نعم. اشكرك استاذ محمد، شكرا جزيلا. معايا الزميل بسام ابو بكر الصحفي بالتحرير، عنده بعض المعلومات عايز يقولها لنا. مساء الخير يا استاذ بسام. مساء النور يا كابتن سوبير وكل مشاهدين حضرتك وسي بي سي 2. انا مش حكايه عندي بعض المعلومات، يمكن انا امتدى حلقه حضرتك من اولها. نعم. ففي نقطه حضرتك اتكلمت فيها مهمه جدا جدا، زي نعم. مثلا الاماكن اللي بيتقابلوا فيها والسكاشن، وازاي بيقدروا يجيبوا المصاريف الجامده بتاعت الدخلات وعلب البيروسول والشماريخ. كل الحاجات دي غير الصفحه اللي هي الخاصه بيهم السكريت اللي ما حدش يعرفها. فانا يعني احنا ليه مثلا الشرطه بتاعتنا زي ما بتقبض على الناس اللي هي موجوده في الامور الخاصه بالسياسه من على صفحات الفيسبوك او تويتر، ليه ما تخترقش الصفحه بتاعتهم اللي هي السيكريت ديت؟ واعتقد اللي حصل في ماتش السوبر الافريقي الاهلي والصفاقه التونسي، يمكن الداخليه عشان الناس برضه جايه على الداخليه، احنا كنا في الملعب، يمكن الداخليه ما رضيتش لحد اخر لحظه، ما رضيتش تتعامل معاهم غير لما هم اللي قعدوا يضربوا في الاول الشماريخ في وش العساكر، ويمكن كان كل العساكر يا كابتن شوبير بتتشال قدامنا كلها. عندنا 15 ضابط وعسكري مصاب يا بسام ببساطه شديده جدا يعني. بالظبط. حتى نعم. حتى يمكن حتى بره الاستاد في البوابات اللي عند جامع على رشدان مكسرينها غير عربيه الشرطه اللي مولعينها. فاعتقد ليه الدوله زي ما حضرتك كنت بتقول انها قدرت على الارهاب بالارهاب الحقيقي، ليه ما في الصفحات اللي هي الخاصه بيهم اللي هي السكريت اللي بيتقابلوا فيها وبيقولوا حاجاتهم فيها؟ عشان نخلص من الموضوع الالتص، يمكن اللي حصل يوم السوبر بجد يا كابتن شوبير حاجات يعني مالهاش علاقه بالرياضه، يعني ايه مثلا ضابط او امين شرطه يشد اليافطه اللي مكتوب عليها التراس، فكده مثلا انت بتخترق عاداتهم وتقاليدهم والكلام ده، فبيعملوا مش عشان كده حاجه. يعني ما اعتقدش ان المفروض يا كابتن حان الوقت ان احنا نقضي على الظاهره دي ونرجع للتشجيع اللي هو المثالي بتاع زمان. يمكن الدوري ملوش اي طعم بدون جماهير.
شكرا يا بسام، اشكرك شكرا جزيلا. عندي شوية صور يا جماعة من خارج الملعب مباراة البوسنة ومصر، درجة حرارة حوالي 7 درجات مئوية موجودة، والمباراة ان شاء الله بعد شوية. عايز اقول لكم بس بعض النتائج في التصفيات الاسيا. اوزبكستان اتعادلت مع الامارات 1-1، النهاردة عمان مع سنغافورة، فيتنام مع هونغ كونغ، اليمن مع ماليزيا، العراق مع الصين، تايلاند مع لبنان، الاردن مع سوريا، وقطر مع البحرين، السعودية مع اندونيسيا. مباراة البداية النهاردة لانه في فديت عندنا مباراة حدث ولا حرج، ما يعني ما اكثرها يعني، البوسنة مع مصر، والجزائر مع سلوفينيا، والكونغو مع ليبيا، وكولومبيا مع تونس، والمغرب مع الجابون، واليابان كسبت نيوزيلندا بفرق كبير 4-0، وروسيا مع ارمينيا، وايران مع غينيا، والجبل الاسود مع غانا، وجنوب افريقيا مع البرازيل، واليونان مع كوريا الجنوبيه، التشيك مع النرويج، السنغال مع مالي، تركيا مع السويد، ورومانيا مع الارجنتين، اوكرانيا مع امريكا، النمسا مع اوروغواي، سويسرا مع كرواتيا، المانيا مع تشيلي، ايرلندا مع صربيا، بلجيكا مع سهل عاج، انجلترا مع الدنمارك، فرنسا مع هولندا، البرتغال مع الكاميرون، واسبانيا مع ايطاليا. اقول لكم قبل ما اطلع الفصل وتوقعات الناس، هل الدوري هيرجع بجمهور؟ لما بس يتلعب الاول. والوزير عايز بيفتح خط مع الداخليه عشان الجمهور يرجع، وانا بقول لكم هيبقى صعب شويه يعني. قلت لكم الخبر بتاع الكاف، والمنتخب خلاص هيلعب مع كولومبيا يوم 4 يونيو، هيلعب مع شيلي يوم 25 يونيو، شكلنا هنلعب في بطوله امريكا الجنوبيه قريب باذن الله عز وجل. لسه الامن ما وافقش على مباراه يانج افريكانز لعب فين، ويانج افريكانز قال لهم انا مش هلعب في الجون، انا هلعب في القاهره، ده مش شغلته، هيلعب مطرح ما هيقولوا له. اللجنه الثلاثيه تكلف الجبلايه بمخاطبه الفيفا بخصوص تاجيل الانتخابات، يعني الجبلايه واللجنه الاولمبيه المصريه. عندي صوره موجوده من النادي الاهلي، اللوحه اللي بتحط عليها اسماء الاعضاء عشان الانتخابات تقريبا الاسماء متشاله كلها، لو الصوره موجوده عندكم دلوقتي يا جماعه يبقى كويس. ده معرفش هل اصدروا القرار، في بكره مؤتمر صحفي عاصف، مؤتمر صحفي عاصف جدا للنادي الاهلي غدا باذن الله، هيبقى فيه كابتن حسن حمدي وكل اعضاء مجلس اداره، كابتن حسن حمدي والكابتن خطيب، المهندس هشام سعيد، خالد مرتجي، خالد درندلي، رانيا علواني، كل الساده الافاضل، استاذ صفوان ثابت ربنا يشفيه، المهندس ابراهيم صالح، يعني ده الوحيد اللي ممكن يغيب لظروف بس المرض، ربنا يشفيه ويعافيه يا رب باذن الله عز وجل. على فكرة الاجتماع اللي عمله المهندس خالد عبد العزيز عشان موضوع الانتخابات، فالناس من المرشحين نفسهم في الزمالك قالوا له موافقين، بس بحيث انه احنا يبقى لما تيجي تفتح الانتخابات تفتح علينا بس، يبقى نحتفظ بالموقف القانوني. وانا قلت لكم ده ما ينفعش لسبب بسيط، انه اشمعنا؟ طب ما المهندس ابراهيم المعلم كان الموقف عليه هو الكابتن طاهر ابو زيد، كابتن طاهر بقى وزير، كان المهندس ابراهيم المعلم يبقى وزير رياضه، يبقى رئيس النادي فقط لا غير يعني. حاجة تانية في الانتخابات حاجة مهمة يا جماعة، عشان اذا في انتخابات هنشتغل انتخابات، فاذا الانتخابات ما خدتش اراء الناس كلها وما استضفتش الناس كلها ما ينفعش، فكل واحد زي التاني، يعني ما حدش هيفرض علينا رأيه، تستضيف ده وما تستضيفش ده، وتسأل ده السؤال ده وتسأل ده السؤال ده، لا، في الانتخابات هنحاول نعمل مناظرات، إذا نجحنا يبقى خير وبركة، يبقى خلاص الاثنين قدام بعض ما عندناش مشكلة، ولو 4 مرشحين هنجيب كل اثنين قدام بعض. إذا ما عرفناش هنجيب كل واحد لوحده ونسأله. ما حدش يقول لي بقى لا ما تجيبش ده وهات ده، ده مش شغلتك أنت، أنت مالك؟ أنت حقك عليا إنك تيجي وتبقى ضيف، تاخد نفس الوقت ونفس المساحة ونفس الزمن، ولك مطلق الحرية في الإجابات التي لا تخرج أبداً عن حدود القانون ولا النص، ده حقك وحق المشاهد. لكن تقول لي جيب ده وما تجيبش ده واساله كذا ما تسالوش كذا وهو ما يجاوبش وهو ما يهاجمنيش، انت هاجمه، طالما بتهاجمه في حاجات في النادي هاجمه، في سياسته في طريقته في عمله، لك مطلق الحريه، هو كمان لي مطلق الحريه، ده هنشتغله يعني، ده في الانتخابات هنشتغله، ونتمنى ان شاء الله انه ده يبقى حاجه كويسه وحاجه جميله بالنسبه للناس. ادي ده يا جماعه الفيديو ده من داخل النادي الاهلي، خلي بال حضراتكم اللوح دي الخشب ده بيبقى عليه اسماء الاعضاء اللي لهم حق الانتخاب، وانت النادي الاهلي المفروض في انتخابات يوم 28، الاسماء اتشالت، دي طبعا متشاله اكيد بمعرفه الاداره، فده معناه ايه؟ معناه ايه؟ قصه شكلها ايه؟ انتوا برضو حضراتكم النهارده عمال اقول لكم عروستي عروستي، لان انا بحب نيلي جدا
وكانت عندها فوزير عروستي، فزي اللي هو نصر العبد لما قال لنا كلمتين فقلت لكم عروستي، والمره دي برضو ده من داخل النادي بقول لكم برضو عروستي ردوا علينا. هروح لفاصل، بعد الفاصل معايا كابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم والمشرف على لجنه الحكام، لان في كلام كتير جدا، وبرضه في وجود الكابتن عصام هنستقبل تليفونات ورسائل حضراتكم. وبقول لكم السؤال الرئيسي النهارده، هي مباراه الاهلي ويانج افريكانز هتتلعب فين؟ هتتلعب من اساس ولا لا؟ بعد الفاصل. بالنسبة لقانون الرياضة زي ما أنا شايف الوزير عمل وبعته اللجنة الأولمبية تقول رأيها فيه، وبعد كده برضه هيتعرض على اللجنة الثلاثية ويروح لمجلس الوزراء ويعتمد من رئيس الجمهورية إن شاء الله. ما ينفعش إن إحنا نسمح بحضور الجماهير مع وجود المشاكل اللي بيعملها الألتراس في الملاعب، لأن زي ما بيقولوا الغلطة هنا بتضيع أرواح. يعني أي شيء بيحصل الناس بتموت نتيجة لكده. فأنا بقول إذا ما كانش فيه التزام من الجماهير بالسلوك الرياضي لحضور المباريات بشكل محترم، يبقى أنا شايف القرار يتأجل فترة طويلة. يعني لابد أن يبتعد الجماهير نفسهم عن السياسة وابتعد الجماهير عن أو المدرجات في الملاعب عن السياسة وعن الشعارات السياسية واستخدام الرياضة أو كرة القدم في لمآرب سياسية أو لأهداف سياسية. ده رقم واحد. ده رقم اتنين، لابد من تفعيل دور أن يكون المسؤولين في الأندية والاتحاد اتحاد الكرة ليهم دور ولازم يشعروا بالدور ده. وأعتقد أن دلوقتي الجماهير أن أنا اللي شايفه أو الروابط مقتنع جدا بوجود إبراهيم محلب، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزارة، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه، وده مهم جدا. ده رقم واحد في انهاء المشكله وانهاء الازمه خلال الفتره المقبله ان شاء الله. نقول ان مشاكل الالتراس دول شباب برضو، فبالتالي مطلوب من الوزير المهندس خالد عبد العزيز انه يقدر يوجد صيغه واليه ان هو يضم الشباب دول من جديد لعباءة الوطن لاهدافه الكبيره، ان هو يقدر يخلي الشباب هم بتعاملهم مع وزاره الشباب ان هي في النهايه هي القبله وهي وهي الوجهه الشرعيه ليهم كلهم. ده ملف مهم جدا وملف صعب، وانجازه مش هيبقى بسهوله. رغم أن الجميع استبشر خيرا بتولي الحكم الدولي السابق عصام عبد الفتاح شؤون التحكيم المصري بعد انتخابه في عضوية مجلس الإدارة في أكتوبر عام 2012، إلا أن الوضع ظل على حاله في ظل تقدم واضح في مستوى الحكام العربي والأفارقة. عبد الفتاح الذي اعتزل التحكيم عام 2010 بعد مسيرة حافلة شارك خلالها في مونديال ألمانيا 2006 كآخر حكم مصري يحظى بهذا الشرف، اعتمد على سياسة الدفع بالوجوه الجديدة والشابة منذ الموسم الماضي. مع هذه السياسة التي وجدت إشادة من الجميع ومعها نجاح الرجل في زيادة بدل الحكام في الدوري الممتاز والدرجة الأولى، بقيت السلبيات التقليدية في لجنة الحكام الرئيسية قائمة، سواء المتعلق منها بالتراشق المستمر بين عناصر المنظومة أو بتراجع دور الحكام المصريين بشدة في بطولات الاتحاد الأفريقي، والدليل المشاركة الخجولة لجهاد جريشة في كأس الأمم الأفريقية للمحليين في جنوب إفريقيا مطلع العام الجاري، وإدارته للقاءين فقط في الدور الأول وابتعاده تماما عن الأدوار المتقدمة رغم غياب حكام النخبة في القارة السمراء عن هذه البطولة.
لماذا تراجعت الصافرة المصرية على المستويين القاري والعالمي، وبات تواجد حكامنا في المحافل الكبرى لا يتعدى تمثيل شرفي منذ اعتزال الحكم الكبير جمال الغندور؟ هل غياب الجماهير التي تمثل عامل الضغط الأكبر على الحكام الصاعدين فرصة للدفع بمزيد من الحكام الشباب في الدوري الممتاز لصنع أجيال جديدة قادرة على إعادة الهيبة للتحكيم المصري؟ عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمسؤول الأول عن ملف الحكام في مصر منذ عام ونصف تقريبا يجيب على هذه التساؤلات وغيرها في الملعب. اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين، ارحب بضيفي العزيز الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره القدم والمشرف العام على لجنه الحكام. ازيك كابتن عصام؟ اهلا بك يا بشوير، واهلا بكل الساده المشاهدين، وانا سعيد ان اكون موجود معاكم. اهلا وسهلا بحضرتك، منورنا كابتن عصام. الله يخليك. هنتكلم بصراحه، انت عارفني ان انا بحب الصراحه. طيب. وهي بتزعل كتير وماله، بس الصراحه راحه يعني. قبل بس ما اسالك، جالي على طول فتوى قالوا لي ما ينفعش الاستاذ ممدوح عباس يرجع ويعمل انتخابات لانه مش هو اللي دعا الانتخابات، واللي دعا مجلس معين، وبالتالي هو لازم يفتح باب الانتخابات من جديد. ما احنا دلوقتي كلنا ما بنبقاش عارفين حاجه. كابتن عصام، شايل سيفك، جميل انك تجدد، جميل انك تطلع حكام جدد، جميل انك تطلع دم جديد، لكنه مش جميل انك دائما وابدا على الحكام القدامى اللي طيرتهم كلهم من القائمة الدولية. طبعا اتهام وش كده، بسم الله الرحمن الرحيم، غير حقيقي تماما. تمام. وهرد وحضرتك اكيد هتقتنع. بالعكس، هم زملاء ملاعب وعشروني وعشرتهم في مباريات كثيرة، وفي اتنين منهم اصدقاء وكنا بنخرج سوا ونتعشى سوا، اللي هو على وجه الخصوص فهيم عمر وسمير عثمان. واعتقد احنا بعد اختبارات اللياقه البدنيه اللي تمت للدوليين، وفي البعض منهم لم يوفق وكان نتيجه لده خروجهم من القائمه، اعتقد احنا دعينا الاربع حكام او الخمسه بالحكم المساعد تامر دول، الاربع حكام دعيناهم ان هم يجروا اختبار اللياقه البدنيه مره اخرى ويرجعوا للملاعب تاني. وبالفعل هم رجعوا، ورجع منهم اتنين اللي رجعوا. لا، هم لما سقطوا في الكوبري الاولاني ما عملتلهمش ليه ملحق يا كابتن؟ عملنا ملحق يا كابتن. سقطوا ثاني فيه؟ عملنا اختبار مره ثانيه. يعني عملوا اختبارين وسقطوا؟ اختبارين احنا بنعمل. وعلى فكره على مستوى العالم كله هو اختبار واحد بس للقائمه الدوليه، لكن احنا في مصر لان كان العرف اختبارين، فانا مش معقول هاجي هخليه اختبار واحد. بس تلغيه بعد كده هتعمله اختبار؟ هعمله اختبار واحد الحقيقه عشان تمام. ماشي، حلوه، ماشي تمام. يعني انت مشيت تبع العرف بالظبط. ثم نتيجه طبعا لعدم التوفيق في الاختبار اللياقه البدنيه، طبعا كانت القائمه الدوليه اساس النجاح في الاختبار اللياقه البدنيه، ده من ضمن شروط الاتحاد الدولي، شيء اساسي. يعني مجموعه الحكام دي عملت اختبارين ورسبت؟ باستثناء سمير عثمان. باستثناء سمير عثمان هو اللي ما جريش اختبارات. الراجل كان جاي من السفر، يعني انت قالوا لي اتلككت له يعني 48 ساعة ويلا يلا يلا فرصة نخلص من الكابتن سمير والكابتن محمود عثمان. والله يا كابتن معلش، ما لازم ترد. انا اتهاماتي دمها تقيل. لا لا لا، بس انا عارف انت بتعرف ترد. لا لا، بس لازم يعني معلش. لا، بما يرضي. لا، بما يرضي. بالعكس، سمير صديق، وبقول لحضرتك ان من الاثنين الاصدقائي فعلا كان سمير وفهيم عمر الحقيقه. ولكن بص يا كابتن شوبير، طالما في اسس وفي معايير احنا حطيناها قبل القائمه الدوليه يمكن بسبع شهور وتم توزيعها على كل الحقيقه المناطق، خلاص بقى في اسس ومعايير لازم نمشي عليها، لازم اختبار اللياقه البدنيه اساس لانك تعبر الى القائمه الدوليه، لان حضرتك عارف هذا الملف. انا الملف ده كان الحمد لله روحنا مع بعض وقعدنا جنب بعض في بعض الاختبارات الصبح يعني بالظبط. سمير الحقيقه اعتذر عن اجراء الاختبار الاولاني للسفر. تمام. فهذا الاعتذار ليس يعتبر شيء قانوني. اعتذار لسفر لاداء عمل او لاي سبب ليس اعتذار قانوني. الاعتذار القانوني حسب لوائح الفيفا هو الاصابه في تكون عنده اصابه قويه، اصابه قويه تمنعه بتقرير طبي ان احنا نعيد له الاختبار. وده حصل يا كابتن شوبير لاحمد ساهر. لم يجري الاختبار الاول نتيجه لاصابه في العمود الفقري، فمعاه تقرير طبي معتمد من الدكاتره وجبناه كمان في الكشف الطبي اللي عملناه في احد مستشفيات القوات المسلحه، والراجل اجرانا الاختبار بعد شهر او شهر ونص تقريبا، وبعتنا اسمه في القائمه ثم نجح في اختبار واعتمدت. فاحنا ما عندناش اي. هم بيقولوا بقى ان انت مع الصغيرين بتعمل ده، لكن مع الكبار لا. انت الكلام ده غير صحيح. غير صحيح. غير صحيح بالمره. خلي بالك كابتن شوبير، انا كمان رفضت ان اكون احنا مسؤولين لجنه الحكام عن هذا الاختبار. امال مين المسؤول؟ جبنا مسؤولين من الفيفا.
من الفيفا ليه يا كابتن شوبير؟ عشان هيقولوا كابتن شوبير ضد فلان وفلان فهيسقطهم ويتعمد سقوطهم. دي كانت النغمه اللي سايره الحقيقه في ذلك التوقيت. استقواء بالخارج ولا حاجه؟ لا استقواء ليه؟ ده الفيفا. فالمره الاولى كان ناس من الفيفا طبعا اللياقه البدنيه هم اللي قاموا بالاختبار الاولاني، والاختبار الثاني ايضا جبنا واحد اسمه امباكي من السنغال، وده افضل مدرب لياقه بدنيه في افريقيا وهو تبع الاتحاد الدولي. وجبناه هو اللي عمل الاختبار الثاني، وكانت الامور ماشيه بكل شفافيه. خلينا نتكلم في الحقيقه يا كابتن شوبير. يا ريت. ايه هي الحقيقه؟ ايوه انت تعرفها وانا اعرفها. معلش الناس عاوزه تعرف ايه اللي انا شفت التقرير وانا متفق مع التقرير 100%. تمام 100% ان احنا في تراجع على المستوى الدولي، لكن مين السبب في التراجع ده؟ تكرار رسوب حكامنا على المستوى الدولي في اكثر من بطوله هو اللي ادى الى تراجع حكامنا. دي انا موافقنا كمان. عندنا ازمه رهيبه كانت في اللياقه البدنيه. بدانا نعمل ايه عشان نحل هذه الازمه؟ بدانا نعد مدربي اللياقه البدنيه زي كل مكان في العالم. مين بقى؟ احنا جبنا دكتور عندنا اسمه مصطفى باشا، هو مدرب اللياقه البدنيه واشتغل في اكتر من دوله خارج مصر، هو اللي بيدير وبدانا نعمل دوره لا احنا طبعا كابتن محمد عثمان احنا يمكن كان في اللجنه السابقه والحقيقه كانت طبعا النتائج الحقيقه كانت مخيبه للامال بشكل كبير. فجبنا الدكتور صفا وبدانا نعمل دكتور صفا شاهين صفا باشا اسمه صفا باشا. تمام. ويمكن اشتغل 4 سنين مع كابتن ناجي جويني في التحكيم في قطر. هو مصري؟ هو مصري. مصري. فاستعان جويني انا بثق. وهو كمان حكم واخد دكتوراه في التربيه الرياضيه وراجل محترم جدا. جبناه وبدانا نعمل دوره لمعد اللياقه البدنيه على مستوى مصر. جبنا من كل محافظه واحد. دلوقتي في كل لجنه حكام فرعيه في مدرب لياقه بدنيه. يعني قلنا نحل المشكله من جذورها وفعلا النتائج افضل. خلي بالك يمكن اول اختبار لياقه بدنيه يا كابتن شوبير نجح 40% على مستوى حكام مصر. ده كان يدل ان الامور كانت ما بتتمش بشكل فيه شفافيه عشان نكون صادقين. واعتقد انت واحد من الناس اللي شاهد على ده. انا كنا قاعدين انا وانت في احد الاختبارات وشفنا الاختبارات بتتم ازاي، والكابتن رضا وشفنا الاختبارات بتتم ازاي. فبدانا نحل الامور بشكل علمي وبشكل يعني في شفافيه، لان كانت دي مشكله، لان ممكن هنا ننجحه وبره يطلع يسقط نفس القصه ونفس الامور نسير فيها. فدي القصه اللي حصلت. طبعا بعد كده احنا وجهنا دعوه لكل الحكام اللي هم لم يوفقوا في القائمه الدوليه ان هم يرجعوا، لان هم الحقيقه عملوا تاريخ في التحكيم في مصر الحقيقه، وادوا ما عليهم تجاه التحكيم المصري، واحنا مش ضدهم، لان التحكيم للجميع مش للحكام الصغيرين عكس ما الناس كانت بتراوغ في ذلك التوقيت. الكابتن سمير عثمان والكابتن فهيم عمر جم ادوا الاختبار ونجحوا في الاختبار المحلي وادار مباراه في الدوري الممتاز وفي الممتاز به. فين ياسر عبد الرؤوف؟ الكابتن ياسر عبد الرؤوف ما جاش، رغم ان احنا تم الاتصال بيه ما جاش. كابتن حمدي شعبان الحقيقه اعتزل تماما. حمدي في مصر ولا في قطر؟ الله اعلم الحقيقه، دي ما اعرفش. زي ما قال هو حمدي يمكن كمان قبل القائمه الدوليه الراجل ما جريش للامانه. هو قال لي يا كابتن انا بسيب مكاني. بسيب يا راجل ده سقط 6 سنين وكان بيحجز مكاني يعني على الاقل عشان ظروفه اتغيرت يعني على الاقل. هو قال كده فخلاص ما دخلش اصلا الاختبارات من البدايه. دي القصه بكل امانه وبكل شفافيه. واحنا ما عندناش مشكله على الاطلاق مع الحكام الكبار، بالعكس هم رجعوا تاني للتحكيم في مصر واداروا مباراه في الدوري الممتاز واهلا بيهم، ودول مع الحكام الشباب اعتقد خبره وشباب اعتقد الامور هتمشي بشكل كويس. هسالك سؤال وجايبني بعد الفاصل، لو نجحوا في كوبر السنه اللي جايه الدوري هيبقوا موجودين ولا خلاص الصغيرين دخلوا المعترك ومن الصعب ان هم يتركوا الساحه؟ هاخد اجابه الكابتن عصام عبد الفتاح بعد الفاصل. ١٩٨٦ محمود عبد الرازق شيكابالا. في مثل هذا اليوم قبل 28 عاما ولد الفهد الأسمر بقرية الحصايا التابعة لمركز أسوان أقصى جنوب مصر، وظهرت موهبته مبكرا في صفوف الناشئين بالقلعة البيضاء قبل أن ينضم للفريق الأول. خلال الفترة من 2002 وحتى 2005 لعب شيكا 42 مباراة مع الزمالك في الدوري وكأس مصر والبطولات الإفريقية والعربية في بلاد الإغريق. خاض الموهوب الأعسر تجربة احترافية ناجحة مع باوك خلال موسم 2005-2006 وخاض معه 27 مباراة في الدوري والكأس. النجاح الكبير للنجم المصري الشاب في اليونان وتغني الصحافة بموهبته ومهارته كاد ينقله نقلة أخرى عندما أوشك على اللعب لفريق أيندهوفن أحد عمالقة الدوري الهولندي، بيد أن ظروف التجنيد أجبرته على العودة لمصر
احتفاء وحب جماهير البلانكو بنجمها العائد للدفاع عن ألوان فريقه وصل للذروة خلال الفترة التي لعبها صانع الألعاب القدير والهداف المبدع في الفترة من 2006 وحتى انتقاله مطلع العام الجاري لسبورتينغ لشبونة البرتغالي، حيث أصبح هذا الشاب الأسمر المعشوق الأول لملايين الزملكاوية داخل مصر وخارجها عندما خاض تجربة عربية مع الوصل الإماراتي موسم 2012-2013، ثم انضم للمنتخب الأول وشارك في 23 مباراة وكان أحد العناصر التي حققت اللقب السابع لأمم إفريقيا عام 2010 بأنغولا بعد أن شارك قبلها في الظفر بكأس العالم العسكرية عام 2007. على صعيد الألقاب حقق شيكابالا خلال مسيرته 7 بطولات مختلفة مع الزمالك، كل سنة طيب يا شيكا وإن شاء الله منتظرينك مع سبورتنج لشبونة بإذن الله. الفرق اللي صعدت لبطولة آسيا نهائيات عمان والأردن، إيران والكويت، السعودية والعراق والصين كأفضل ثالث، البحرين وقطر، الإمارات وأوزبكستان وأستراليا، اليابان، كوريا الجنوبية وبطل كأس التحدي ده في شهر 5 اللي جاي. كابتن عماد متعب بيؤكد أنه سليم وما عرفش مين صاحب شائعة أنه مصاب. سألتك أنه السنة الجاية هل ممكن الناس من الاستبيات، أنا عارف دي آخر سنة الفهيم عمر سمير عثمان مثلا لو نجح ممكن يرجع قائمة الدولية تاني؟ سمير عنده فرصة لو عنده نجح. سمير لسه قدام 4 سنين إن شاء الله وعنده فرصة كبيرة إن هو يرجع قائمة الدولية. وأنا الحقيقة سمير يمكن هو جاب مدرب خاص بيمرنه واتكلم معايا الحقيقة في هذا الموضوع، وأعتقد إن سمير لو إن شاء الله اختبار لياقة بدنية لو قدر يجتازه أعتقد إنه يرجع بسهولة جدا للقائمة الدولية، لأن سمير حقيقة من الحكام اللي عندهم خبرات كبيرة. هو العائق بالنسبة له كان إن هو يتقدم في أفريقيا ومن الحكام الكبار كان اللياقة البدنية الحقيقة. هسألك سؤال، انت بينك وبين حد من الحكام حاجة؟ يعني ليه دايما بيبقى كابتن عصام عبد الفتاح طرف في المشاكل او في الخلافات حتى من ايام ما كنت بتلعب؟ بالعكس يا كابتن شوبير، انا هقولك بامان، التحكيم المصري مر بظروف صعبة كتير جدا. التحكيم المصري خليني اكلمك بامان وبصراحة انت صريح كان مهان. مهان كان مهان كان مهان وكان مهمش بشكل غير عادي. ما كانش موجود على خريطة الكرة المصرية صدقني. قليلين جدا عشان اكون صادق معاك، قليلين وهما معروفين وانت تعرفهم بالاسم من قادوا لجنة التحكيم بامانة وشفافية، وكثيرين اهانوا التحكيم واهانوا الحكام معاهم. ده اللي شفته. طب مين بلاش اللي اهانوا، مين اللي مين اللي قادوها بشفافية ومين اللي حاول يضع يضع بصمته؟ يعني قول لي اسمي. لا بلاش بلاش نخش في انت بتخش في لا والله بالعكس بالعكس عشان ناخد في ناس في ناس طيبة يعني. عشان انا برضو مش عاوز اجرح في الاخرين، ولكن في ناس الحقيقه بدون ذكر اسماء قادوا التحكيم على قد الامكانيات اللي وفر لهم اتحاد الكره، قادوا بامانه وشفافيه من اجل ان هم يعملوا حاجه للتحكيم المصري ويدوا خبراتهم للتحكيم المصري. وفي ناس الحقيقه حتى هذه اللحظه ممكن ناس خدت من التحكيم المصري الكثير وحتى الان ما ادتش للتحكيم المصري بكل امانه. اتمنى ان القادم، خلي بالك يا كابتن شوبير، لجنه الحكام دي استلمت اللجنه استلمت التحكيم والامور صعبه جدا جدا. عندك اخفاقات على المستوى الدولي، عندك الدائرة ضاقت بشكل كبير على عدد معين وعدد قليل جدا من الحكام اللي بيحكموا في الدوري الممتاز. هقول لحضرتك يعني حاجة معيار بسيط، احنا لو ما كناش طلعنا الحكام الصغيرين دول ما كنتش هلاقي حكام يحكموا في الدوري الممتاز. وهقول لك ليه. طبعا اخفاق سمير عثمان وفهيم عمر وياسر عبد الرؤوف وحمدي شعبان دول 4 من الحكام الكبار في مصر وهياخدوا فترة كبيرة عشان كانوا يرجعوا. تمام. محمد عباس بطل، مدحت عبد العزيز بطل، محمد عبد القادر قدوره بطل، كله ده سن بطل سن وقدوره بطل سن. دول كانوا بيحكموا في الدوري الممتاز. مدحت عبد العزيز سن برضه دول كانوا بيحكموا في الدوري الممتاز. كنت هتحكم بمين يعني؟ بدون نوي ما كانش في طريق غير ان احنا يكون في كوادر من الحكام. الحقيقه توفيق ربنا عز وجل يعني كان ليه دور كبير في نجاح هذه التجربه، ان الدوري الممتاز ما بداش، كان النشاط متوقف واللي بدا الاول كان الممتاز به، فبدانا نعد الحكام دول كل اسبوع كانوا بيلعبوا الحكام اللي هو يعني كان عندنا امل ان هم يكونوا حكام كويسين. فده ساعدنا الحقيقه، عدم ان الدوري الممتاز يعود مع الممتاز به ساعدنا ندي الحكام ماتشات كتيره ونصلح اخطائهم فلما ظهروا في الدوري الممتاز كان عندهم خبره او خبرات على الاقل معقوله ان هم يديروا ماتشات في الدوري الممتاز. والحقيقه الانديه ساعدتنا واتحاد الكره الحقيقه وقف مع هذه التجربه بشكل كبير للامانه الحقيقه. لاول مره الحكام ياخدوا 7.5 مليون جنيه العام الماضي يا كابتن.
خدوا 7.5 مليون جنيه. لان احنا جينا كده حد حاجه دلوقتي ولا خلاص مصحتهم كلها؟ يعني احنا النهارده كمان صارفين 1,100,000 جنيه. كويس. الامور ماشيه بشكل كويس قوي. 1,100,000 اسف. الامور ماشيه بشكل كويس قوي الحقيقه بالنسبه. وانت عارف كمان موضوع البث واحنا لسه القصه الثانيه ما جاش. فالامور صعبه شويه. مين اكتر ناس, مين اكتر حد بيساعدك من الحكام القدامى؟ والله بص الحقيقه كابتن محمد حسام, كابتن احمد الشناوي, كابتن جمال الغندور. يمكن كان بيساعدنا كتير اول فتره الاولانيه. مين؟ الكابتن جمال غندور. ودلوقتي زعلان منك؟ يعني انا الامور دلوقتي مش زعلان مني, هو فاهم ان ان ان, إن البعض الحقيقه بيحاول يوتر هذه العلاقه. ليه؟ بالعكس. ليه؟ رغم ان انا يعني. رغم ان انا اول ما هطلع من عند حضرتك مش عشان انا موجود على الاول, لان النهارده سمعت مشكله اخرى حصلت ان هو واخد على خاطره مني. ليه؟ بسبب موضوع كان موضوع. طب ما نجيب لك جمال غندور على الهواء؟ ما عنديش اي مشكله. طب جميل. طب. بالعكس. بالعكس. وعلى فكره كابتن جمال غندور وكابتن محمد حسام وكابتن احمد الشناوي كانوا شركاء معانا في هذه التجربه. تمام. للامانه لا ننكر ان هم ساعدونا. وننكرش لجنه الحكام الحقيقه اللي متواجده معايا عملوا دور كبير جدا. وفي ناس من لجنتك دلوقتي يا كابتن؟ دلوقتي الكابتن وجيه احمد وكابتن ناصر عباس وكابتن عزب حجاج وكابتن وليد شعبان. وفي اللجنه الفنيه تضم ليهم مجد رزق وفيه حمدي فتحي وفيه سيد مراد. دول موجودين معانا الحقيقه في اللجنه. لجنه التطوير بقياده الكابتن احمد الشناوي تجربه وانتهت. هي الكابتن احمد الحقيقه اعتذر عن ان هو يكمل نتيجه لظروفه في العمل في الفيفا. الكابتن قادري برضو يعني مش, بس احنا حذرنا من الاول قلنا هيبقى فيه يعني تضارب ما بين لجنه التطوير ولجنه حكام ولجنه من الاتحاد. والله كان من البدايه. بس هي التجربه نجحت يا كابتن احمد. نجحت التجربه. نجحت بشكل نجح بدليل ان اتنين مشوا الشناوي وقادر العظيم. احنا القصه مش ان انت تمسك في المنصب. انا بقول لك كمان شهر او شهرين هقول لاتحاد الكوره نجيب حد تاني جديد يشتغل. انا الحقيقه لجنه الحكام تعبت كتير يا كابتن احمد. احنا بنشتغل 12 ساعه في اليوم. صعب لان الامور مع نهايه الموسم ده يعني هتكمل. يعني شهرين دول. يعني اخد تصريح انه من بدايه الموسم المقبل انت مش رئيس لجنه الحكام. لا يجي حد تاني ويكمل. انت مشرف ولا رئيس اللجنه؟ انا رئيس لجنه الحكام. تمام. السنه الجايه يجي حد تاني يكمل. وانا اكون معاه في اي مرة. مين بقى بترشح؟ مين يعني تفضل. اي حد انا اتمنى. بص انا هقول شروطي لمجلس الاداره لمين. ان يجي ناس بتخاف ربنا, ناس بتراعي ربنا في الحكام. ناس تيجي تشتغل من اجل التحكيم المصري مش من اجل مناصب. دي مشكلتنا في مصر. في ناس جم زي ما قلت حضرتك, في عدد منهم جم ادوا التحكيم المصري على قد امكانيات اللي وفرها لهم اللي توفرت من اتحاد الكوره. وفي البعض لا, في البعض خد الكرسي كتمن وكان التمن ده حكام مصر. ليه دايما في خلاف بينك وبين الكابتن عصام صيام؟ انا بالعكس انا ما فيش خلاف بيني وبين الكابتن عصام صيام. انتوا يعني تحويل تحقيق وشغلانه وحدوته. لا بص يا كابتن احمد, انا لما جيت الحقيقه اتحاد الكوره لما جينا قبل ما نستلم اتحاد الكوره بيوم كان في كارثه حصل, اكبر كارثه حصلت في التحكيم المصري. اللي هي ايه بقى فكرني؟ اللي هي موقعه السعديه. انا بس كذا موقعه الجامعه كده موقعه السعديه. دي كان في اختبارات لياقه بدنيه لاحد الحكام الدوليين الاعاده. وكان في تشكك ان الاختبار ما يتمش بشفافيه. نعم. لان دي كانت اخر فرصه لهذا كان حمدي شعبان عشان نكون صادقين. وكان مين احتياط الحمدي شعبان؟ كان احد الحكام منطقه السويس احمد العوضي. فالقصه حصل ايه؟ ان جم حكام من السويس باتوبيس او باتوبيسين وجم حكام من القاهره لان حصل تراشق على الفيسبوك. نعم. ويمكن انا قبلها كمان قلت للكابتن عصام صيام يا ريت حتى اعمل الكوبر سري او اعمله في ملعب اخر. نعم. غير الملعب ده لان واضح ان التراشق اللي على الفيسبوك. نعم. اللجنه ما قامتش بدورها تجاهه. نعم. الحقيقه وحصل ما له احمد عقبال الحقيقه وحصل ضرب وخناق الحقيقه. فده كان مقياس. نعم. يا كابتن احمد لما وصل اليه التحكيم المصري. نعم. اي شيء ممكن يحصل ان المستوى الفني للحكام يقل, ان ما ياخدوش فلوسهم. نعم. لكن إن مستوى الاخلاق. نعم. مستوى. نعم. الاخلاق بالنسبه لقضاة الملعب ده كان المقياس الى ما وصل اليه التحكيم المصري في الحقيقه. دي كانت القصه. الكابتن عصام حقيقه مشي بعد هذه اتحاد الكوره. كان صعب ان الكابتن عصام يستمر بعد هذه القصه. جينا في فلوس للحكام الحقيقه بعد. احنا جينا اتحاد الكوره اول قرار خدناه ان احنا نصرف كل فلوس الحكام المتاخره. وفعلا صرفنا كل الفلوس المتاخره. فوجئنا ان بعض الحكام بيقولوا لا ده احنا لنا مبالغ تانية كبيره ما خدناهاش. رحت الحسابات لقيت القصه دي. قالوا لا ما فيش. فلقينا بقى قصه ان في بعض الحكام مدوا مكان بعض المسؤولين مدوا مكان الحكام وخدوا الفلوس. وفي مبالغ تانية كبيره اكتر من 528,000 جنيه تم اخفاء المستندات مش عارف صالح مين. راحت فين دي بقى؟ فعملنا لقيناها في الزباله. لقيت المستندات في الزباله. ولو ما لقيناهاش كانت تبقى مشكله كبيره. كانت هتروح على الحكام من 2010. لقيتوها لكن ما طلعش في اختلاس يعني. لا كان في اختلاس. من مين بقى؟ ده التحقيق. المسؤول المالي للجنه في ذلك التوقيت الحقيقه
كان بيمضي لبعض الحكام وياخد فلوسه. المسؤول المالي. المسؤول المالي. ولكن ده اكتشف للامانه يا كابتن احمد عشان نكون صادقين. اكتشف في عهد الكابتن عصام سام كان لازم يكون في تحقيق حتى لان كانت الفلوس. بس الكابتن عصام براء. كابتن عصام يعني هي مسؤوليته ان هو رئيس اللجنه. مسؤوليته رئيس اللجنه. خلي بالك انا ما فيش جنيه واحد بيخرج الا لما بمضي عليه كرئيس لجنه حكام. شيء طب لان انا المسؤول الاول والاخير عن الناحيه الماليه. دي كانت القصه بكل امانه واحنا مالناش دعوه بيها، دي كانت شؤون قانونيه وكون كان المفروض ان هي تتحول للنيابه. واحنا قلنا يعني نحاول الموضوع يكون داخلي ويتم ويتم الاجراءات. انا عايز اكلمك على التجربه الرائعه اللي انت عملتها، تجربه الحكام الجدد، لكن معايا كابتن جمال غندور. مساء الخير يا كابتن جمال. كابتن شوبير مساء الفل عليك ومبروك، منور الشاشه وان شاء الله دايما تفضل منورها. تحياتي للكابتن عصام عبد الفتاح. مساء الخير يا كابتن. وانت على طول بقول لك يا جيمي، قول يا حبيبي، وانت بتخانق مع عصام ليه على طول؟ انا ما بتخانقش مع حد والله كده. امال ايه كل مره متخانق والواد الغندور بيلعب وتمام التمام و100 100 وكان شعره طويل وكنت خايف لو يكون لابس توكه لقيته مش لابس توكه ولا حاجه وزي الفل يعني. قول لي بقى. اولا هو بيقول انا هطلع من هنا اكلم الكابتن جمال لانه نما الى علم انه زعلان مني. قلت له اجيبه لك على الهواء يا سيدي. ايه اللي منعه انه يكلمني؟ احنا اتفقنا. بص يا كابتن احنا اتفقنا السنه دي واتقابلنا. بقول لك ايه يا جيمي، جيمي جيمي وجه كلامك للكابتن عصام، هو معاك على طول، هو مذيع الشاطر. يلا ما بينكم بعض. ازيك يا عصام؟ ازيك يا كابتن؟ ربنا يخليك. احنا اتفقنا اول الموسم ان احنا مش هنخلي في وسيط بيننا، وان احنا مش هن ما ينفعش حد يخش في وسطنا، وما ينفعش ان احنا نسمح لاي حد ان هو يعمل اي وقيعه. ومشينا على هذا الكلام وبدانا الموسم الحمد لله. رحت عملت دوره المحاضرين واعتقد ان انا تفرغت ليها تماما لمده 4 ايام واتعملت بشكل كويس. وبعد كده اتفقنا على اكثر من حاجه، كان منها مثلا ان احنا نعمل اليوم المفتوح في المناطق كلها، وقلت لك على الفكره وعجبتك جدا. بس بعد كده انا ما خلاص انا ما انا مش حاجي اخش عليكم كده بالعافيه اقول لكم يا جماعه انا عايز اشارك معاكم. بالعكس يا كابتن جمال. طيب استنى، ايه غير اليوم المفتوح؟ اتفقنا ان احنا اليوم المفتوح ده نعمله في الـ في الـ في المناطق، واتفقنا ان احنا كنا عاملين دوره للمحاضرين الجدد. طيب يبقى اليوم المفتوح دوره المحاضرين الجدد. تمام، ايه تاني؟ لا انا ما بشتكيش، انا لا لا بالعكس، ده كلام كويس، ده كلام كويس. انا بسرد اللي حصل واللي اتفقنا عليه. انا بعد كده ما حدش كلمني مره الاخ عزب حجاج وقال لي عايزك تشوف حكم جديد والمباراه في القسم الثاني بين الميه والبلاستيك نادي الميه. فورا قلت له عينيا الاثنين، رحت وشفت الحكم وعملت تقريره. بس ده لما طلب مني حاجه بعملها كابتن شوبير وعصام عارف كده. انا ليا سؤال بقى وهسيب الكابتن عصام يرد عليك. كابتن عصام اعلن دلوقتي انه لن يكمل مع اللجنه مع نهايه الموسم، وانه يتمنى رئيس جديد للجنه. لو عرض عليك هتوافق؟ ما عنديش مشكله يا كابتن، اي حاجه خاصه بالحكام انا عمري ما اتاخر عنها. يا جماعه احنا كبرنا على ان احنا نزعل من بعض، وكبرنا على ان احنا نقعد نتربص لبعض. كابتن شوبير الحمد لله يعني كل واحد فينا له تاريخ كبير وحقق تاريخ. طيب جميل، نسمع بقى الكابتن عصام. قول يا كابتن عصام. طبعا انا الكابتن جمال، وانا يمكن قلت لك كابتن شوبير قبل حتى المداخله ان هو كان شريك معانا، وكابتن احمد الشناوي وكابتن محمد حسام، وفي حتى في جميع الدورات. كابتن احمد الشناوي مره ثانيه في وفاه والدته، والله انا ما عرفت غير بقى. نعم. وهو كان شريك معانا الحقيقه اساسي بشكل كبير. احنا يمكن بالعكس، احنا يمكن اخر تحليل عملناه للحكام انا اللي اتصلت شخصيا بكابتن جمال غندور. كان عندنا تحليل. اقل واجب ده هو كابتنك يعني. طبعا شيء طبيعي. طبعا شيء طبيعي. واتصلت بيه بالكابتن جمال. ويمكن هي البدايه بدات من هنا. ان في حصل بعض الحاجات شويه من بعض الناس. هي انا كلمت كابتن جمال شخصيا قلت له احنا عندنا تحليل فني يا ريت على يومين. فهو قال لي معلش انا بكره مش هاجي، لكن ان شاء الله، لان عندي كان عنده تحليل في التلفزيون، لكن اليوم الثاني هاجي. يمكن الكابتن جمال نسي او حاجه فما قدرش يجي التحليل اليوم، لكن ما فيش مشكله. يعني احنا ما عندناش اي مشكله. يمكن هو بيتكلم في اليوم المفتوح في المناطق ودوره ماشي. المحاضرين الجدد. بص يا كابتن شوبي، هو يمكن حصل شيء الحقيقه. انا يعني خدت على خط شويه من الكابتن جمال. يا ريت قول بقى على الهواء. لسبب واحد، احنا واقفين 22 حكم لانهم لعبوا بدون اذن اللجنه مباريات. حصلت مباراه، كانت مباراه للبراعم في حضور بيليه، والحقيقه وانا كنت مدعو كابتن جمال. ويمكن كانت قصه كده مع الاستاذ محمد الليسي الحقيقه، فكان وانا الحقيقه ما قدرتش اروح. طبعا يعني يمكن كرئيس لجنه حكام مصر وكده، فتحركت الحقيقه شويه. ولكن طبعا كابتن جمال، طبعا انا قلت الاستاذ محمد، كابتن جمال نجم كبير واعتقد ان هو يقدر. هي المشكله ان راح احمد الغندور معاه. هي دي يعني كانت. وايه مشكله جمال غندور في ان احمد الغندور يروح؟
هي وزنبه؟ هو مش ذنبه يا كابتن، هي القصه ان احنا اللائحه تمنع ان حكم متقاعد حكم عامل يحكم ولا ماتش، وده مش ماتش ماشي ده حاجه ترفيهيه، بس احنا واقفين 22 حكم بسبب هذا الموضوع، بس ده مش ماتش، ده حاجه فني، ده احتفال بس على الاقل يا كابتن شوبير يبقى في يعني انت مش عايز حكم ده حكم رسمي يروح كان استاذ اللجنه. اللائحه عندنا في الحكام بتمنع ان الحكم العامل يحكم، بس بيني وبينك انا لو حكم صغير وهسلم على بليه وحاجه زي كده بيني وبينك هروح جري. كابتن شوبير انا ما اقدرش اجي البرنامج من غير ما استاذن منك. ايوه بس حلو، هو كان لازم يستاذن منك. مش ده على الاقل احمد مش الكابتن جمال. ايوه انا بقول كابتن جمال، فالكابتن جمال ممكن يكون تصور ان انا يعني عملت مشكله مع احمد على اساس هذا الموضوع، بالعكس انا جبت احمد كان لازم يستاذن، انا موافق انه كان لازم يستاذن، بس انا لو منه هذه الامور يروح بس لازم يستاذن. بس هي دي القصه، فالكابتن جمال فاكر ان انا انا معاك لا لازم يستاذن، لازم يستاذن. بس هقول لك حاجه يا كابتن، هقول لك حاجه، والكابتن جمال معانا، حتى الكابتن جمال لو كلمني في التليفون انا عمرك هتقول له لا؟ مش هقوله لا، ده صحيح على الاقل. لا ولكن للامانه انا ما عنديش اي مشكله، ده كلام ده حدوته بسيطه يعني، طلعت خفيفه يا جيمي. انا كنت عايز اهدي النفوس. لا انا عايز اقول لك حاجه، انا طبعا انا اتفق تماما مع عصام، وانا لو موجود في مكانه طبعا لا ده حقه، ده دي لائحه خلاص. اسمعني طب بس اكمل لك يا كابتن، ما ينفعش حكم يروح حتى لو هو رايح يحضر حفله ليه علاقه بالتحكيم لما ياخد اذن. نعم انا طبعا عايز بس تفصل الاول احمد الغندور عني خالص، وده اللي انا خدت عهد على نفسي كده، وده من زمان حتى وانا رئيس لجنه كنت فاصله عن ان هو ابن اخويا. انا عايز اقول لك ان احمد الغندور، معلش بعد اذنك يا عصام، احمد الغندور يمكن قال لك ده، وحصل ان هو اتكلم مع رئيس لجنه الحكام في منطقه القاهره واخذ منه اذن واداله اذن، والراجل قال لك الكلام ده كابتن محمد طيب، لان الموضوع ما يستاهلش اكتر من كده يا عصام. الماتش مش ماتش، هو اول موضوع بسيط، الموضوع بسيط، لا خلاص الموضوع بسيط. ورغم من كده انا برضو مش معترض على اي حاجه ولا لي علاقه بهذا الموضوع نهائيا. هتروح امتى هتقابل عصام عبد الفتاح في اللجنه امتى؟ خلصني يا كابتن. في اي وقت يا كابتن، هو انا عمري اساله وهو قاعد قدامك، انا عمري حد فيهم كلمني وطلب مني حاجه وما عملتهاش، ما حصلتش. اشكرك كابتن جمال غندور، شكرا جزيلا على ذوقك وعلى احترامك وعلى مداخلتك معانا. ما فيش مشكله، انا شايف انه الموضوع اي مشكله كابتن. تمام، عايز اسالك بقى على الحكام الجداد، تجربتك راضي عنها؟ وقول لي اسماء الجداد اصغرهم واللي بهرك بقى، قول لي اسماء، يعني ما تقعدش تقول لي كلهم ومش كلهم. لا الجداد الحقيقه في حكام كتير، على الاقل احنا في ناس لاول مره، وكان دي كان البعض انتقدني انا بشكل كبير ان ازاي ناس هتخش القائمة الدولية لعبه اول مره. الناس لو قرت اللوائح بتاع الفيفا بشكل جيد هتلاقي ان الكفاءه هي اهم شيء، لان ممكن يكون عندك حكم عنده بيلعب 20 سنه في الدوري الممتاز وكفاءته عاديه، وحكم بيلعب مره واحده والناس وبيسمع وبيبقى مستوى افضل بكتير، فده اللي بيخش. ففي محمد معروف دخل القائمه السنه دي كم سنه؟ لاول مره. محمد معروف عنده دلوقتي 27، بعد دخوله كان عنده 27. عندنا حكام كمان غير اللي دخلوا القائمه، عندنا طارق مجدي من حكام الممتازين، عندنا محمد الصباحي، عندنا في محمد عبد الحافظ، يعني عدد كتير. انا مش عاوز انسى الحقيقه الناس يا كابتن شوبير، لان احنا عندنا 22 حكم جداد، يعني كلهم احسن من بعض. الدوليين بقى، الدوليين احنا عندنا اربعه لاول مره، في ابراهيم نور والحقيقه ماشي بشكل كويس الحقيقه، ويعني انا بس بنصحه حاجه، صمويله متظبطه. هو بيهتم بشكل كبير بالماتشات الكبير، لكن لازم يهتم بالكبير زي السؤال، لان ماتش صغير ثلاثة بونت كنا دايما نقول لعيبه كده، لا وماتش صغير ممكن يخلي حكم كبير شكله وحش. طبعا مظبوط. تمام، في محمد الحنفي، في محمد معروف، في محمود البنا، الحكام الماشيين بشكل كويس قوي الحقيقه، هو ابراهيم، يعني حكام الدوريين ماشيين الحقيقه مع طبعا الخبره، جهاد جريشه ومحمد فاروق ومحمود عاشور، يعني في الحقيقه تجانس ما بين الكبار والصغار، وده اللي هيضيف الحقيقه في القادم للتحكيم المصري. لكن في عندنا احمد الدليل من اسوان 26 سنه ان شاء الله. عرفت ليه حكام العريش كله؟ احنا كنا لسه بنتكلم على موقعة السعديه، الاخلاقيات بس. طب حد غلط تاخد الباقي، بتاخد الباقي بجرمهم ليه بذنبهم يعني؟ الغلط كان من مجموعه كبيره يا كابتن شوبير. طب توقف الباقي، وكانت ناحيه اخلاقيه، بس الباقي ذنبهم ايه؟ لان الباقي هم الكبار اللي هم الدوليين، كان لازم هم كلهم دول، وكان لازم، وانا بقول لحضرتك، وكان لازم لجنه الحكام كلها دول، لجنه حكام في العريش، وكان لازم المنطقه يكون فيها دول ليها دول، لان ان حكام ان يعني قضاه الملاعب يعني يتهموا بعض
بابشع الاتهامات يا كابتن شوبير اللي كان لازم في ارصه وارصه. خلص الوقف مش كده؟ الوقف خلص ورجع. امتى هشوف حكم مصر في كاس العالم يا كابتن؟ 2018 باذن الله هيكون في طاقم كامل من مصر في كاس العالم. طاقم كامل باذن مش الله. مش زعلان انه جمال حميودي ومحمد بن نوزه وسليم الجديدي وبشعيب الاحرش والناس دي كلها بقت مكسره الدنيا على مستوى افريقيا بصراحه. مين اللي عمل كده يا كابتن شوبير؟ الماضي. انا قبل ما نيجي يا كابتن كانوا خلاص بيختاروا حكام كاس العالم لان الحكام دي كانوا خلاص اختاروا الحكام المرشحين خلاص وفي الاختيارات النهائيه. لكن انا بقول لحضرتك ان مصر هيكون فيها طاقم تحكيم كامل ان شاء الله في 2018. حيمودي ونومانديز الايفواري وبكاري جسامه الجنبي دول ممثلين افريقيا في كاس العالم مش كده؟ دول اللي اختاروا. شايفهم هم الافضل يستحقوا؟ والله بص يا كابتن شوبير انا شايف ان يعني فيهم ناس يستحقوا وكان في ناس ثانيه ممكن كمان مين زول تدخل. يعني انا شايف بوشعيب كان ممكن يدخل. بوشعيب الحقيقه لعب نهائي افريقيا ومن الحكام الكويسين. شايف ان بالمقارنه لو الدعم كان اتقدم له بشكل كويس وتم اعداده بشكل كويس كان جهاد جريش. جهاد جريش رايك ايه في نواف شكر الله البحريني اللي اختير عن العرب؟ والله كانت مفاجاه لان كانت منافسه بينه وبين خليل جلال. خليل اعلن اعتزاله بقى؟ اعلن اعتزاله ورجع ولا لسه؟ لا اعلن اعتزاله خليل لان الحقيقه ظلم في بلده. في بلده الحقيقه ظلم في بلده. تعرض لكثير من الحقيقه الاهانات في الدوري السعودي والراجل اسرى ان هو فدفع الثمن يعني. دفع الثمن الحقيقه. لكن نواف ان شاء الله اتمنى له التوفيق هو جمال حيمودي لان هم العرب اللي بيمثلونا وان شاء الله. انا جمال بيعجبني كلهم دور جمال ماشي بشكل كويس قوي الحقيقه. عايز اوريك حاجه في سيرس الليان والمنصوره اتفرج معايا؟ اتفضل يا ريت يا جماعه نتفرج بعد اذنك. مؤجله امام نادي سيرس الليان اللي بدا صعوده دي مباراة سيرس والمنصورة وده الطرد الثاني لأحد لاعبي المنصورة. طرد اثنين في لعبة يعني. أنا شفت الحالة كابتن. طبعا هي حالة واضحة إن في إنذار مستحق 100% لأن في عرقلة والراجل وقع حتى خارج خارج التراك والراجل إدى الإنذار أو كان الإنذار الثاني وطرد. اكتشف الاعتراض غير مبرر. في احد اللاعبين بعد كده ضرب ايده وضرب الكارت من ايده وقع في الارض. وكان في الحقيقه يعني الحقيقه اللي انا التقرير اللي قريته كان فيه سباب بشكل غير عادي واهانات وبعد طاقم التحكيم ويمكن الماتش توقف يا كابتن شوبير 23 دقيقه. خلي بالك الماتش توقف مرتين. فاحنا بنناقش كابتن شوبير مش معقول هذا المنظر على الاطلاق ان هو يحصل في ملاعبنا وانا شايف ان الحكم هنا لم يخطئ الحقيقه. لم يخطئ. انا شفت الشريط بالكامل. لم يخطئ الحكم للامانه الشديده. حكم اسمه ايه يا كابتن؟ اسمه اشرف رشاد ومن افضل الحكام الكبار ده. هما بيقولوا احنا بنذبح الكبار. ده 44 سنه 44 سنه واول مره يلعب في الدوري الممتاز ولعب ثلاث مباريات وكل تقريره ممتاز. الحقيقه 44 سنه يعني بقى له سنه على الاعتزال وانا شايف انه من الحكام اللي ظلموا في السنين اللي فاتت. اشرف رشاد. لا اشرف رشاد لان كان لازم يكون متواجد الحقيقه مع الحكام الكبار في الدوري الممتاز منذ سنين فاتت الحقيقه. طبعا المنظر اللي احنا شايفينه طبعا منظر غير مقبول الحقيقه وانا شايف حتى ان السبب للاعتراض ما كانش موجود يا كابتن شوبير. ما فيش يعني الخطا واضح جدا ويستحق الانذار الثاني. ده كان الانذار الثاني. طبعا حصل بقى الهرج والمرج وحصل اهانات غير عاديه. لو قريت التقرير يا كابتن شوبير الحقيقه حاجه مخجله. الالفاظ اللي تم توجيهها لطاقم التحكيم حاجه مخجله يعني. عيب ان ده يحصل. وطبعا انا بناش طبعا اللي هو ابراهيم جاد طبعا هو من الناس العمداء رؤساء الانديه في مصر ان يبقى يعني يحاول ان الجهاز الفني يكون اكثر. هل انت مع قرار الغاء المباراه؟ يعني انت لو مكانه كنت هتعمل اللي عمله اشرف رشاد كنت هتلغي المباراه؟ بعد قرايه للتقرير الحقيقه صعبه يا كابتن. لان صعب المباراه كانت هتكمل. صعب لان خلاص واضح ان ده في حالات كمان الجهاز الفني كان بيخش الملعب بيطالب فاول بيطالب ركله جزاء قبل دي. فكانت الامور اللي كانت صعبه الحقيقه. صعبه جدا يعني. هل انت هنا بتحمي حكامك يا كابتن عصام؟ بتقف جنبهم يعني بتساعدهم؟ اكيد بتكلمه بتقويه بتقول له جدع كابتن انت عملت الصح. من الحاجات اللي اثرت في التحكيم المصري بالسلب الاعتداء على الحكام. كان اي واحد بياخد 3 شهور 4 شهور في هذا العهد في اتحاد الكوره في شطب. يعني احنا في ناس اتشطبت. اللي هو ايقاف مدى الحياه. يعني ايقاف مدى الحياه وهو ده شيء الحياه ما كانش لازم. احنا نقابل مثل هذه الاعتداءات يا كابتن شوبير لازم تقابل بشده.
الحقيقه لو احنا عاوزين كره قدم محترمه ومنظومه محترمه، انما غير كده الامور هتبقى اصعب. وانت شايف اللي بيحصل كمان في الدوري الممتاز، وممكن لو نتمنى عوده الجماهير، ولكن في ظل الظروف اللي احنا شايفينها دي الامور هتكون صعبه 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 بشكل كبير الحقيقه. اخبار الاتحاد ايه؟ الدنيا ماشيه كويس؟ دي الاعتراضات المستمره من الجهاز الفني. ده احد الالعاب يعني. هم دخلوا في احد الالعاب في الملعب. طبعا كلام غير مقبول على الاطلاق. احنا بنقول ان الجهاز الفني ده قدوه، في اخطاء من حتى لو الحكم غلط يعني، ما فيش ما يدعو يعني على الاطلاق. واكيد هنا الانذار للفظ او كلمه او حاجه للاسف للاسف شديد. هو كده مشي خلاص بقى يعني. هنا مشي ليه يا كابتن؟ ما قالكش مشي ليه؟ لا خلاص كابتن بقى، الامور صعبه. ده في ناس قالوا هنتبحك وناس يعني. طبعا الماتش اتوقف مرتين يا كابتن شبير. مره منهم 23 دقيقه. فخلاص الامور كان صعب. حتى كمان حصل تلفظ عليه. حصل الحقيقه اهانات، وبرده حتى في التوقف حصل مشاكل في طرد الاثنين اللعيبه. انا بقول ان يجب ان احنا الحقيقه نحترم كره القدم. لو مش هنحترم كره القدم مش هنروح لكاس العالم اللي احنا بنجاهد من سنوات طويله من 90 يا كابتن شوبير. للاسف هي دي لعبه كانوا بيعترضوا عليها ان ركله جزاء، ضربه جزاء. شوف المسافه يا كابتن شوبير ما بين اثنين لعيب. مفيش تذكر. والمسافه ليها دور كبير وعامل كبير في احتساب لمسه اليد. بس المسافه ايه؟ هتودي ايدك فين والمسافه صغيره؟ مسافه قصيره جدا يا كابتن شوبير. هنا في عدم تعمد للعب الكره باليد. ده نزل الملعب. طبعا ما انت شايف. ده نزل الملعب. الراجل شغال. يعني ده نزل الملعب والمباراه شغاله. انا بقول لحضرتك يعني حاجات غير مقبوله على الاطلاق. ده يعني. اسالك الاول بس، عايز اوضح ان الاسماء اللي اتشالت من الجمال وما النادي الاهلي دي الجمال وما اللي اتلغت، جالي توضيح، وبالتالي قالوا ان هيحطوا الاسماء للجمال وما الجديده اذا اتعملت الانتخابات. اخبار الدنيا في الاتحاد ايه قدامنا دقيقه؟ والله الامور ماشيه بشكل كويس، ويمكن هي الموضوع اللي هو شغل الراي العام هو الانتخابات او لا. انا اتفق فيما قلته 100% ان يتم تاجيل الانتخابات، ويكون في خريطه الطريق اللي كانت مرسومه قبل كده، ان القانون يتم اعلانه في اسرع وقت وتتم الانتخابات. غير كده الخوف من تجميد النشاط، وده هيبقى شيء صعب جدا. خلافاتكم مع بعض جوه الاتحاد انتهت ولا لسه ما زالت موجوده؟ لا ما فيش خلافات، احنا يمكن بنختلف في الراي، ولكن الامور ماشيه بشكل كويس. بس انت كويس. مش مستمتع؟ انا مش مستمتع. مش مستمتع. بص يا كابتن شوبير، دي اول تجربه ليا في دخول انتخابات اتحاد الكوره. كنت اعتقد ان اتحادات الكوره غير كده خالص الحقيقه، ولكن برضو عشان الحقيقه اكون منصف، الظروف كانت صعبه جدا في فتره تولي هذا الاتحاد. صحيح. ظروف صعبه بشكل غير عادي، ولكن يحسب لهم ان احنا بنشتغل. عندنا سلبيات لكن هناك ايجابيات. اتمنى لك التوفيق واشكرك. شكرا جزيلا كابتن عصام فتاح، عضو مجلس اداره اتحاد مصر لكره القدم، رئيس لجنه الحكام. زي النهارده كابتن احمد مكاوي، وملعب زمان كابتن يسري احمد نجم الاسكندريه والاتحاد السكندري. ونشوفكم بكره باذن الله. زي النهاردة من 91 سنة ولد النجم الكبير أحمد مكاوي، أحد أبرز الهدافين في تاريخ الأهلي ومنتخب مصر، وانضم للنادي الأهلي وتألق مع جيل الأربعينات والخمسينات، وكان له شرف إحراز أول هدف للأهلي في الدوري في مرمى اليونان السكندري، كما سجل أول أهداف الأهلي في لقاءات القمة موسم 48-49 بعد رحلة عطاء طويلة مع كرة القدم. كلاعب وناقد رياضي توفى النجم الكبير في 5 أبريل عام 96 عن 73 عاما. في جيل السبعينيات الذهبي برز اسم يسري احمد مع نجوم الاتحاد عرابي ومحي عثمان والببلي وبوبو وطلعت يوسف وسيد كروان وشحتة وفكري مرسي ورزق نصار وعبد الفتاح الجارم. هذا الجيل الذي اعاد زعيم الثغر لمنصات التتويج وتألق محليا وافريقيا. ما لعبتش ناشئين في نادي الاتحاد. جيت قعدت سنة كده اختبارات مع كان في فريق 20 او فريق المستقبل، ومن خلال السنة دي اتصعدت للفريق الأول. أنا لعبت كل الماتشات الأفريقية في أديس أبابا، في تنزانيا، في الكاميرون. كان زمان يلعبوا أوفرات ياما، أنا كنت جسمي جامد وأطلع مع الكوع، كنت واخد كله ومخلص كله. اتعرض على الدكتور القاضي في نادي كاميرون يا ويندي إن أنا أمضي هناك. الدكتور القاضي قال لهم ولا بالكاميرون كلها. جينا مصر
لقيت نفسي قاعد، فجبت لهم الجرايد قالوا لي لا دي باللغة الفرنساوي ما تنفعش. كان في اتنين عظماء الله يرحمه، كان في كابتن بوب والكابتن علي الكلامي. كنت اما تقعد تبقى سعيد ان انت قاعد للناس دي، ناس تفرح وناس اسامي كبيرة وناس منتخب مصر، فانت تبقى قاعد فرحان ان انت قاعد للناس دي. كابتن بكر، لا 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 كانت لعيبة ما شاء الله ما شاء الله، كابتن كيلاني كابتن الفرقة، وكابتن بوبو صاحبها. كابتن بوبو ده تاريخ ومش هيتعوض ومش هيتكرر. وبعدين الكابتن علي الكيلاني من احسن سردباكات يمسكوا الكرة جوه البلانت اريا ويلعب، وهو علمني كده الله يرحمه، ما تطفش امسك كرة ونزلها للناس اللي قدامك. كانت لعيبة بتفهم بعض، دلوقتي ربنا يسهل والدنيا تقوم على حالها يا رب. ولد يسري محمد أحمد في 9 مارس 1948 في حي محرم بيك، وبدأ ممارسة كرة القدم منذ نعومة أظافره قبل أن يتحقق حلمه وينضم لصفوف القلعة الخضراء، ثم يصعد للفريق الأول بداية حقبة السبعينيات. إنها حقا عائلة كروية، وصف ينطبق تماما على هذا النجم، لما لا؟ وهو الشقيق الأصغر لنجم المحلة الكبير عادل أحمد، وهو كذلك خال للثنائي الهداف أيمن شوقي وأحمد ساري نجم الأهلي والزمالك والأولمبي والاتحاد ومنتخب مصر السابقين. أيمن شوقي لعبها جوه جون، جوه جون أيمن شوقي، جوه جون أيمن شوقي، ملعوبة حلوة 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 حلوة. إحنا عيلة كلها رياضية، معروف عن العيلة إن هم كلهم رياضيين. تبدأ من الكابتن عادل أحمد، ده الأخ الأكبر، ويسري أحمد وأيمن شوقي وأحمد ساري وإكرام يسري ومحمد يسري، بس دلوقتي بيلعب في إيطاليا هو. الكابتن عادل أحمد كابتن فريق غزل المحلة ومدرب فريق غزل المحلة في عصرها الذهبي، وخد بطولة الدوري وهو مدرب مع مستر إيفان. أيمن شوقي من الكروم للنادي الأهلي. أحمد ساري من الأولمبي لنادي الزمالك، وأكتر واحد لعب في أندية في مصر أحمد ساري، وختمها بنادي الاتحاد. إكرام يسري النادي المصري وبرضه لعب في أندية كتير. حمادة يسري في حرس الحدود كان السواحل الأول مع الكابتن محمد عمر أما صعدهم، وبعدين سافر إيطاليا حرس مرمى هو. وشريف في النادي الأولمبي. وكده بدأت بقى العيلة تقفل على كده ونطلعوا أجيال صغيرة وربنا يسهل لهم إن شاء الله. كابتن كمال السباخ ده تاريخ، تاريخ ومش هيتكرر. كابتن كمال كان دايما يحط في التدريب واحنا في اوضه اللبس عارفين ان هو بيكتب التمرينات في ورقه، فكنا لعيبه لها العجب. خدنا منه الورقه، نزل الملعب كل شويه يسقف ويدور في جيوبه، وبعدين الكابتن شحته راح جاب الورقه من بوبه وبدأنا التمرين. واحنا كنا الشقاوة دي موجودة، انما تدخل اوضة اللبس انتهى الفيلم. الكابتن كمال السباخ كان جبروت وكان ابونا وكان مربينا. مرة كابتن كانت ايامنا احنا كان السوالف والشعر الكبير، قال اللي مش هيجي بكرة حالق الحلاق هيبقى هنا. دلوقتي مفيش مدرب يقدر يقول لعيب كده، ده عاملين ضفاير دلوقتي الموضة اللي طالع الستايل الجديد. زمان كان الكلام ده لا تحلق يعني تحلق. الدنيا اتطورت دلوقتي بيحطوا جل ويعمل تسريحة الهدهد، هي الموضة اللي ماشية جديدة في البلد. مع سيد البلد ساهم يسري أحمد في فوز الاتحاد بكأس مصر عامي 73 و76 على حساب الأهلي، وحقق المركز الثالث في الدوري موسم 76-77، كما لعب لمنتخب الأسكندرية وسافر معه للعديد من الدول العربية والأوروبية كرومانيا. دخلنا الاستاد خوفنا، شكل المدرجات يخوف وأعلام حمرة تخوف، لكن في بقى الجماهير اللي بقى شماريخ والكلام، لا 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 كانت جماهير محترمة جدا كل، وماشي من هنا جماهير من اسكندرية كتيرة قوي. الحمد لله الخوف راح في الملعب، لأن كان معانا ناس بتفهم ازاي تهدي اللعيبة. الكابتن شحتة، كابتن بوبو، كابتن علي الكيلاني، اهدم ما تحطش ودنك للجمهور، خليك في الملعب. كانت ناس تعرف تهدي ازاي لحد ما يضيعوا
يعني شتموا عرابي، عرابي كده الله يرحمه جات له دوخه كده، كابتن شحته بقى يضربه بالقلمه لحد ما فوقه وانتهى وخدنا الكاس والحمد لله. واحنا قبل ماتش الكاس خدونا رحنا السيدة زينة دعوات بقى وربنا يكرمنا وعشان جماهير اسكندرية، واحنا واقفين قدام المقام بتاع السيدة زينة بكده دعينا وبنلف لقينا بتوع الاهلي، لقيت الكابتن فتحي مبروك ورايا ربنا يديله الصحة، قلت له احنا اللي جينا الاول، قال خلاص ماشي ماشي، وكانت وخدنا الكاس والحمد لله. جايين في المجري كل حتة لقينا فيها جماهير، دمنهور بنها اسكندرية، وبعدين في اسكندرية تشالنا كل واحد راح حتة مش عارفين احنا فين. انا مثلا رحت حتة حي غيت العنب انا والكابتن احمد خليل، كابتن سيد كراور شالوه لحد بحري، الكابتن بوبو شالوه لحد ما جابوه النادي، اتوزعنا كلنا لحد ما جينا لقينا النادي حفلة ما شاء الله حاجة، والملعب ده مليان، كان ملعب كبير بقى. وبعدين 1914 ده تاريخ نادي الاتحاد، احنا دخلنا في 100 سنة، لازم رجال الاعمال، اسكندرية زي نادي الاتحاد زي الاهرامات، فلازم اسكندرية تجتمع على عمل مئوية تليق باسم نادي الاتحاد. وعلى عكس معظم أبناء جيله الذين اتجهوا للتدريب أو الإدارة، فضل يسري أحمد الابتعاد تماما عن كرة القدم منذ اعتزاله بداية الثمانينات، واكتفى بتشجيع الاتحاد، شأنه شأن معظم أبناء عروس المتوسط.